صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. أي اتنين متجوزين لازم يكون في بينهم، مش هنقول خناقات، بس في مناوشات، يعني في كل شويه كده ايه بعض الاختلافات في وجهات النظر قد تؤدي الى التصعيد، او يعني بيحصل مشكله اكبر شويه وقد تفضل زي ما هي على قد الايه المناوشات الخفيفه والبسيطه. في بعض الاوقات الامور بتتطور، فبنضطر ان احنا لو ما قدرناش نحل المشكله بيننا وبين بعض بنضطر ان احنا نشوف طرف ثالث يتدخل في العلاقه للاصلاح، وده اللي دايما احنا بنعمله، سواء كان صديق للاسره او حد من المقربين او حد من عيله الزوج او عيله الزوجه، على حسب الناس ما بتختار مين اللي هيتدخل بالظبط. جماعه بصراحه بتوع التكنولوجيا بقى لهم فتره كده داخلين عليها دخله قويه قوي، يعني كل شويه عندهم اكتشاف جديد واختراع جديد، فعملوا ابلكيشن او تطبيق بينزل على التليفونات بيشتغل مصلح اجتماعي. لو متخانق مع مراتك على طول تروح داخل على الابلكيشن ده وتقول لهم اعمل ايه، وبرده الموضوع بالنسبه للزوجه لو اختلفت مع زوجها تروح داخله قايله له نعمل ده. سؤالنا بالمناسبه الموجود على صفحاتنا، مع وجود تطبيق بيشتغل مصلح اجتماعي، هل ممكن تلجأ له لو اختلفت مع مراتك؟ واعتقد كمان يا جمانة ان الموضوع مش متعلق فقط بالزوجين، ده الموضوع كمان متعلق باصدقاء العمل، بزملاء العمل، بالاصدقاء. انت نزلت الابلكيشن بقى؟ لا بس يعني سمعت عنه بصراحه، يعني لسه، يعني هو السؤال بقى يا جمانة دلوقتي، هل انت لو اختلفنا مع بعض مثلا على شيفت، او مثلا طلبنا تبديل او اي حاجه من الحاجات دي وانا رفضت فحصل ما بيننا خلاف، هتدخلي على الابلكيشن تشرحي له الموقف وتستني رده؟ لا مش محتاجه. صح؟ مش محتاجه، ربنا يديم عدم القبول اللي ما بيننا اصلا. لا بهزر. كنت واثق. ما بهزر طبعا، مش الدرجه دي يعني، بس الحقيقه انا بالنسبه لي، وهنرجع بقى بجد للسؤال، هتستخدم التطبيق ده مع مراتك، هتستخدميه مع جوزك، الكلام ده كله انا ضد الموضوع ده كله. وبعدين فعلا عندي تساؤل غريب جدا دلوقتي، يعني منذ بدء الخليقة يا جماعة الناس بنتجوز عادي مفيش حاجة، ليه الموضوع بجد بقى صعب؟ يعني ليه محتاجين دكاترة، وليه محتاجين برامج، وليه محتاجين كل ده أصلا؟ هي الفكرة كلها إن دول اتنين اختاروا إن هما يبقوا مع بعض، فالاتنين دول لازم يلاقوا مع بعض قبل أي حاجة التفاهم والسلام النفسي. لو الاتنين دول مش موجودين، والله لو إيه كان موجود مش هيحل المشكلة. ايه بيجي ازاي السلام النفسي ده اصلا؟ يعني انت بعيد قوي، ممكن نوصله ازاي يعني؟ هنشوف. ما هو انت لازم تجيب تطبيق يوصلنا للسلام النفسي، واحنا ما نحتاجش نلجأ له لو اختلفنا مع زوجاتنا. لا ما هو مش هيبقى ليه لازمه التطبيق بقى. بعدين عندي سؤال، طيب انا هدخل او انت هتدخل على التطبيق يعني عشان انا عمري ما اعمل كده طبعاً. عشان انت بتخليش طبعا مع مراتك. طبعا اكيد. لو الزوجه اتخانقت او اختلفت مع التطبيق هتعمل ايه مثلا؟ لو انت اختلفت مع التطبيق. لا انا مش، احنا لا يمكن نختلف انت والتطبيق. بس انت ومراتك عادي في نفس الاتجاه. ما هو ده السؤال بقى والله، يعني هل يعني هتقعد على الابلكيشن او على التطبيق ده تدخل كل لحظه حلوه مثلا مع مراتك؟ هتقدري ان انت تغذي الابلكيشن ده صح بكل لحظه كويسه او كل موقف لطيف او كل عشان يبقى فاهم بقى عمرك كله يعني عشان هو يبقى فاهم وهو بيحكم بالظبط. انت في الاخر بتتعامل مع آلة صح، فلو دخلت دلوقتي على آلة مثلا قلت جوزي بيزعق لي
اكيد رد فعله هيكون مختلف غير لما اقول له اصل هو بيزعق لي عشان انا كان عنده مشكله، فانا يعني اكيد الموضوع مختلف. فاكيد انا بالنسبه لي فكره وجود ابلكيشن او حتى طرف ثالث عامه بيحل، انا بالنسبه لي ده كارثه. يعني موضوع فعلا صعب. احنا دلوقتي تحس يا شاذلي العلاقات بقت روكت ساينس، بقت تحس ان انت بتخترع العجله. الموضوع بقى كبير جدا. مع المساعده طبعا لو من قبل متخصصين، والمتخصصين دول حتى ما تنفعش في سياق برامج، حتى لازم تبقى انت قاعد مع المتخصص بتحكي له خلفيتك ايه وخلفيتها ايه، وانتوا الاثنين تقعدوا مع بعض طبعا. ففكره وجود عامل في النص، عامل وسيط في النص، شخص على فكره حتى الاهالي نفسهم، لانه ممكن يحصل موقف انا لما احكيه لماما او هو يحكيه لمامته هي مش هتسامح، يعني هي تفضل شايله وزعلانه، بس احنا هنسامح بعض والموضوع هيعدي. لكن الموضوع الناحيه الثانيه بيكبر. نفس الفكره الصحاب، ابلكيشن ايه اللي هياخد باقه ونتخانق على الباقه والله مش انا اللي عامله يبوظ الباقه ونتخانق عليها والله العظيم برضه. بس هو الجميل ان هو طرف يعني نزيه في الوساطه، يعني هو مش لا تبع مش نزيه، لان مش تبع اي حد، اي طرف من الطرفين. لا يعني مش نزيه، لان اللي متخانق هو اللي بيقول سبب الخناقه من وجهه نظره، اللي هو برضه مش هيكون محايد ومش هيكون صح. بس هو في النهايه حكمه مستحيل مستحيل، لازم يكون مبني على مواقف. يعني انا عشان احكم مثلا على حاجه لازم يكون عارف خلفيات الموضوع وعارف المواقف اللي بتدور بينهم وعارف علاقتهم عامله ازاي طول الوقت. فبناء على ده نبتدي نتكلم بقى ونبتدي نحكم. يعني ده بالنسبه للابلكيشن طبعا، مش بالنسبه لنا. لكن حتى الناس مثلا لو احنا في خناقه مثلا هنقول طب بس ستوب دلوقتي ونشوف الابلكيشن بيقول ايه، اعتقد الموضوع هيكون صعب قوي ان انا اروح يعني طب هو هيفهم ازاي. يعني طب احنا محتاجين نمصر الابلكيشن ده لسبب ان احنا مشاكلنا كمان مختلفه. يعني احنا حتى الخلافات ما بيننا ممكن تقوم على حاجات بسيطه جدا، وحاجات التطبيق نفسه يجي يقول لك انتوا ازاي بتتخانقوا على ده، انتوا ازاي عاملين مشكله، انتوا ازاي مستحمين بعض. لا دي قصه تانية دي. لا بجد بقى، يعني فكره العلاقات بجد مره تانية احنا بقينا بنصعبها قوي على نفسنا، مع ان هي فعلا لو بصينا لها كده يعني بالعين المجرده هنلاقي ان الموضوع سهل قوي. فكره ان حد انت بتثق فيه، حد بيحترم رغباتك وبيحترم ميولك وبيحترم حتى المسافه اللي لازم تكون موجوده، فكره حتى جمله اللي احنا بنستخدمها طول الوقت، الراجل راجل والست ست، انا لا مع ولا ضد. انا مش فاهمه الجمله اصلا، لانه في الاول وفي الاخر سواء راجل او ست كل واحد ليه حدود معينه، ليه كرامه اللي قدامه المفروض ما يجيش عليها، ليه حقوق وليه واجبات. فالموضوع ملوش علاقه براجل وست، ليه علاقه بشخص بيعرف يحتوي الموقف، بيعرف يحتوي اللي قدامه، بيعرف لما يجي يتعامل مع اللي قدامه يفهم هو بيحب يتعامل ازاي، ايه الحاجات اللي بيحبها وايه اللي بيكرهها، مش من وجهه نظري، من وجهه نظره، عشان اقدر اوصل له وجهه النظر اللي انا عايز اتكلم فيها او النقطه اللي انا بتكلم فيها. لو الحاجات دي موجوده الموضوع هيمشي سهل. ولكن مع وجود السوشيال ميديا اللي احنا دلوقتي بنلجأ لها عشان تحل لنا مشاكلنا، هي بقت سبب كبير جدا للمشاكل والخلافات الزوجيه، او بقت سبب كبير جدا حتى للمشاكل النفسيه، لان انت طول الوقت احنا بقينا عايشين في بابل او في فقاعه كبيره جدا بعيده عن ارض الواقع وبعيده كل البعد عن اللي احنا بنعيشه فعلا، وكل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين نبقى شبه ده. فده بيعمل مشكله كبيره جدا، بيخليك تنسى بقى اصلا قدرات اللي قدامك والحقيقه اللي انت عايش فيها والظروف اللي انت عايش فيها. شاذلي طول الوقت انت بتتطلع لحاجات بعيدا عن الطموح، احنا مش بنتكلم في الطموح، طول الوقت انت بتتطلع لشكل حياه ولظروف مختلفه تماما عن ارض الواقع. وبالمناسبه هي حتى مختلفه عن حقيقه الاشخاص. صحيح. اللي موجوده حتى ما تساعدنيش ان انا مش انت حتى الشخص اللي بينقل لك الحاجات دي هو نفسه مش دي حقيقته ومش دي الحياه بيظهر لك جانب. بالظبط كده. احنا بقى محتاجين شويه ردود في الابلكيشن. يا عم عديها، يا عم هتلاقي عشوه حلوه، يعني ردود تناسب معلش. معلش نشغل معلش دي، معلش مثلا. دي حلوه قوي معلش معلش وحصل خير. يعني دي من اكتر الـ الكلمات صدقوني اللي بتزق الدنيا مع بعض. وانا مش هبقى متحامله عليكوا عامه يا شاذلي والله خالص. هي الموضوع فعلا يعني انا زمان كنت هو مش هيفهمكوا اصلا. إيه؟ هو الابلكيشن مش هيفهمكوا، يعني انتوا عشان تدخلوا تشرحوا له هو هيلاقي كميه تناقضات رهيبه وانتوا بتشرحوا، فبالتالي هيعجز عن الرد. فانت اللي بتكسل تقول معلش هتقدر ان انت تبعت لابلكيشن عشان تحكي له المشكله. ولا ما انا قلت لك انا بالنسبه لي لا مش هروح له اصلا خالص. طب انت بتحل مشاكلك ازاي؟ انا عارفه ان حضرتك طبعا يعني شخص مسالم جدا. انا مش بتاع مشاكل مش بتاع مشاكل، ولكن انا ماشي بالصدفة. انا في البيت ماشي جنب الحيط
كده جنب الحيطة. ولولا قدر الله، لولا قدر الله، انا بخاف حاجه تيجي في وشي مع الدايره جايه، ف عشان ده بس اكل عيش كده واخد جنب. ان شاء الله يعني ربنا ما يجيب مشاكل الناس كلها ما شاء الله. الله اكبر. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده. السؤال هو: مع اختراع ابلكيشن او تطبيق بيشتغل مصلح اجتماعي، هل ممكن تلجأ له لو اختلفت مع مراتك او لو اختلفتي مع جوزك؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين اجابات حضراتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا، وربنا ما يجيب خناق. صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس، وايضا جوله مروريه في شوارع القاهره وباقي المحافظات، ونعرف بقى رايها في موضوع الذكاء الاصطناعي ودخوله كمصلح اجتماعي بين الزوجين. صباح الخير عليك يا دينا. واعتقد قبل ما تجاوبي ان الابلكيشن هيعملك بلوك من كثر الاسئله. انا الابلكيشن انت سالت صباح الخير عليكم الاول. صباح الخير يا شازلي، صباح الخير يا جمانة، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين. انت سالت سؤال، هو الست لو ما عجبهاش اللي قاله الابلكيشن هتعمله ديليت فورا، بلوك للابلكيشن وديليت خلاص. طب ولو هو ما عجبوش يا دينا؟ لا يستحمل بقى. وبعدين الابلكيشن ده لازم يبقى عارف حاجه معينه جدا، ان الست دايما على حق. عارفه لو هو عنده المبدا ده الابلكيشن يعني قلت لكم مصر الابلكيشن ما صدقتونيش. بالظبط كده. لكن انا فعلا شايفه زي ما هم بيقولوا، انا من الناس اللي عمري ما هستخدم ابلكيشن زي ده في ان انا ادخله في العلاقات الشخصيه او الانسانيه، لان دي مشاعر، وزي ما بنقول كده علاقاتنا ما بين بعض، هي حتى ما بين الزوجين، ما بين اصدقاء، ما بيننا وما بين اهلنا، حتى زمايلنا وفي العمل، دي كلها بتكون قايمه على الموده والرحمه. يعني هي مشاعر انسانيه ما اعتقدش اي ذكاء اصطناعي في الدنيا هيقدر يشعر بيها ويحس بيها، ويحس وقتها بوجع اي حد بيشتكي او بيحكي، او كمان رد فعل الشخص التاني. فلا انا برفض تدخل الذكاء الاصطناعي في الحاجات دي، خلونا كده مع بعض. احنا بنعرف كامور انسانيه وعلاقات انسانيه بتتصالح ما بينها وبين بعضها بدون تدخل من اي ابلكيشن او ذكاء اصطناعي. خلونا نستعرض مع حضراتكم بقى دلوقتي جوله مريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا معاكم من ميدان عبد المنعم رياض، اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه، وفي شوارع تانية هنلاقي فيه سيوله مريه. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافه مريه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد، لكن كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المريه البسيطه. لو رحنا لكوبري اكتوبر هنلاقي ان في كثافات مريه متحركه بتفضل مستمره لحد العباسيه. هنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه، هنلاقي ان في سيوله مروريه. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه ايضا كثافات مروريه وصولا للمنصه. ظهرت كثافات متوسطه في الاتجاه الاخر الى وسط المدينه، لكن بيشهد شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر حتى منطقه الزاويه الحمراء بعض الكثافات. شهدت بقى كمان مناطق من كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي الى مناطق المنيل والملك الصالح، لكن الاتجاه المؤدي الى المعادي وحلوان فبيشهد ازدحاما نسبيا. ونروح معاكم محافظة الجيزة، ونبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، كمان بدأت بتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان، من مدينة 6 أكتوبر إلى الاتجاه الآخر بيشهد كثافات نسبية. هنلاقيها كمان بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. ولو رحنا لطريق المريوطية الدائري في سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية، في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة الدول العربية وكمان في ميدان الدقي، لكن بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق وإمبابة. لكن لو رحنا بقى لمحور صفت بيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل، وكثافات في شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة. ونروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات زي الدلتا ومحافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي، هيفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان ما فيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار اللي جاي من الزراعي، وبتظهر كثافات كمان مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري لكن اقل من المعتاد.
بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة ووسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. كمين جولتنا ونروح بورسعيد، هنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة لاطمئنان على حالة مرية، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه مستمرة الموجة شديدة الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في العريش 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا نبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها رئاسة الجمهورية نعت بمزيد من الحزن والأسى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم الذين وفتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، معربا عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. كمان من ضمن الأخبار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، واللي بيأتي تنفيذا في أو تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن جمهورية مصر العربية نعت بمزيد من الحزن والأسى الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم اللي وفتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، ودعا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن الإجراءات اللي من شأنها وضع سقف الاستثمارات العامة، وأوضح رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي أيضاً بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات وتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية. امبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق اللي بيأتي تنفيذه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة. وامبارح توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومرافقه لتفقد أعمال التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو C3. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام اللي بتريد دولة لتطوير كافة وسائل النقل الجماعي وفق أحدث النظم والتوسع في مجالات النقل الأخضر المستدام. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة كفر الشيخ واللي فيها تم تدريب 3200 سيدة على الحرف اليدوية وإقامة معرض ضمن حياة كريمة. في الشرقية تم استقبال ما يزيد عن 7000 طلب للتصالح على مخالفات البناء. كمان في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1400 حالة ضمن قافلة طبية. أما في البحيرة فتم توزيع 1000 شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية تم تنظيم 38 فعالية من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بهدف ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافيا وذهنيا وتحسين وعيهم من الأفكار المتطرفة.
في كفر الشيخ أكد فرع المجلس القومي للمرأة أنه تم تدريب 3200 سيدة على المهارات اليدوية المختلفة بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس كنوال إقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر زي صناعة السجاد والكليم والجبلان والمفروشات والملابس والحلي والإكسسوارات وصناعة الجلود. في الشرقية أكدت المحافظة أن المراكز التكنولوجية استقبلت 7066 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة، وبيتم تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات لاستخراج شهادة البيانات لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء. في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية نينا مركز أهناسيا ضمت 8 عيادات طبية، وتم الكشف على 1455 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 9 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 144 رحلة بيستقبلها المطار بداية من السبت وحتى نهاية الأسبوع، وبتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط. في قنا أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن إنشاء مبنى السلامة والصحة المهنية هيكون على مساحة 650 متر مربع وبتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون جنيه، وده بهدف تنمية المهارات العملية للعاملين بمحطات المياه والشبكات والصحة المهنية بالشركة، وأيضاً لجميع الجهات الحكومية بمحافظة قنا لمواجهة أي حالات تسرب كلور أو اختناقات. في البحيرة أكدت مديرية الأوقاف أنه تم تسليم 1000 شنطة مواد غذائية بإجمالي 4 أطنان لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وده ضمن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم ليهم. مرة تانية خلينا نفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهاردة، ومع اختراع تطبيق بيشتغل مصلح اجتماعي فممكن تلجأوا له عشان تحلوا مشاكلكم، إن كان تحليها مع جوزك أو تحلها مع مراتك. ناخد الإجابات. طيب هنبدأ بقى من إجابات الناس. الأستاذ مازن الكلاوي عامل منشن لرند حسني بيقول لها لما تخانق معاكي هعرض القضية على البرنامج، فقالت له يا عم ربنا ما يجيبش خناقة. احنا هنبقى جبتنا معلش وحصل خير. احنا بتوع معلش. في استاذ علي سيد بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لو طبقنا الايه الكريمه ولا تنسوا الفضل بينكم لن نحتاج الى مصلح بشري ولا حتى الكتروني. والله عندك حق. جميل. اتفق معايا والله. طبعا الاستاذ سعيد بيقول باختصار مش هيفهمها نهائي. كنا احنا مش فاهمينها هو يفهمها. عندك حق. يعني مش هرد عليك يا استاذ شاذلي، ولكن في أستاذ ناصر أبو هولة بيقول الحل هو التفاهم بالهدوء ولابد من أي طرفين يتنازل حتى تهدأ الأمور، ولكن التكنولوجيا لا تصلح في ذلك. أنا برضو موافق يعني. فرحات عبد السلام بيقول صباح الخير عليكم، هو تطبيق إيه ولو في حب بين الاثنين صح الاختلاف ده مش هيطلع بره البيت شوية وهيتصالح. في أستاذ محمد سامي بيقول حياتك بصمة تجربتك، بصمة كل تفصيلة عندك بصمة والبصمة بتتكررش أبداً. طبيعتك أو طبيعتك كإنسانة مختلفة عن أي حد، ممكن تتشابهي لكن مش هتبقي بالملي زي أي حد تاني. تفاصيل حياتك مختلفة حتى لو اتقالك أنها حصلت مع سين أو صاد، شريك حياتك أو الشخص اللي مرتبطة بيه أكيد برضو مختلف ظروفه وتكوينه وشخصيته، ده أكيد. اللي بيحبه واللي بيكرهه، اللي بيسعده واللي بيحزنه أو بيضايقه، حتى الطريقة اللي بيعاملك بيها، وبالتالي ما ينفعش أخد تجربة حد أو أنقلها على حياتي، ده ما ينفعش. ما ينفعش أخد نصيحة، ده العيش اللي أنا عشته ولا مر بتفاصيلي، وأطبقها بعد كده كوبي بيست أو أطبقها يعني بالحذافير. حلو جدا إن احنا نشوف ونتعلم من تجارب غيرنا، والأحلى إننا ناخد اللي يناسبنا ونرمي اللي ما يناسبناش، نكيف الحلول دي على ظروفنا احنا، لأن زي ما بقول أنت بصمة ملهاش زي. يعني لقيت وقت منين تكتب كل الكلام ده يا استاذ محمد؟ حضرتك ينفع معاك التطبيق غالبا. طيب شمس النهار، لا طبعا لان التطبيق مش هيحس بالمشكله، هي مش رياضيات، 1+1=2، كلام منطقي برضو. لازم يكون اللي بيحل المشكله عارفنا كويس وعارف مميزاتنا وعيوبنا عشان يعرف يحل. دي حقيقة. يعني لحد دلوقتي الاجابات تقريبا متشابهه، لسه مستنيين اجابات اكتر من حضراتكم. سؤال حلقتنا النهارده، مع وجود ابلكيشن بيشتغل كمصلح اجتماعي هتلجأوا له عشان تحلوا مشاكلكم، ان كان مع
تحليها مع جوزك او مع مراتك او حتى مع زمايلكم او مع صحابكم؟ ده سؤال موجود على صفحتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، مستنيين اجابات حضراتكم. دلوقتي هنروح لفاصل سريع جدا، نرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده لسه مستمره الموجه شديده الحراره، والطقس هيكون شديد الحراره نهارا على اغلب الانحاء، حار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون معتدل على اغلب الانحاء، في كمان نشاط رياح على بعض المناطق، قد تكون مثيره للرمال والاتربه على المناطق المكشوفه بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معنا على التليفون دكتور محمود القياتي، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، خصوصا ان احنا بقالنا كذا يوم في موجه شديده الحراره. بالفعل احنا في موجه شديده الحراره، يمكن الهيئه كانت اعلنت من قبل على بدايه دخولنا في هذه الموجه شديده الحراره، بدات بارتفاع تدريجي يوم الخميس الماضي. سجلنا بالامس اعلى درجه حراره او ذروه هذه الموجه وصلت معها العظمى على القاهره 41 درجه مئويه، وصلت ما بين 44 ل 45 على محافظات جنوب الصعيد، ودي بالفعل تعتبر اعلى درجه حراره سجلناها خلال هذه الموجه. اليوم ايضا مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره ومستمره معانا هذه الموجه شديده الحراره، لكن زي ما اشرنا بالامس كانت الذروه، وبالتالي من النهارده اليوم الخميس متوقع درجات حراره على القاهره ما بين 38 ل 39 درجه مئويه، لان الخرائط عندنا بتشير ان الموجه دي مستمره معانا ان شاء الله حتى يوم الخميس القادم بطقس شديد الحراره على اغلب الانحاء خلال ساعات النهار. بالتأكيد زي ما قلنا قبل كده درجات الحرارة خلال ساعات النهار بتأثر على درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل، وبالتالي خلال ساعات الليل بنبدأ نلاقي طقس مائل للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، والقاهرة حتى خلال ساعات الليل بتسجل درجات حرارة صغرى ما بين 26 ل 27 درجة مئوية. أيضا في ظل هذه الموجة شديدة الحرارة بنبدأ نتأثر بنشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية، بيكون على مناطق متفرقة من الجمهورية على مدار اليوم كله، بيكون على فترات متقطعة. هل الرياح دي هتكون مثيرة للرمال والأتربة ولا هتكون مجرد شوائب عالقة؟ هي فقط الرياح هتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء تحديدا. أحيانا نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة بيمتد على هيئة أتربة خفيفة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد. بالأمس كان في فرصة من الأمطار دي إن الأتربة دي تمتد لمناطق من القاهرة، لكن اليوم بتنحصر فرة الرمال والأتربة المثارة فقط على مناطق من جنوب سيناء، ونشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية، سرعته مش بتتجاوز ال 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، لكن بتصل إلى حوالي 40 كيلومتر على الساعة على جنوب سيناء. كمان بيستمر معانا استقرار حركة الملاحة البحرية على البحرين سواء الأحمر أو المتوسط، وارتفاعات الأمواج عليهم لا تتجاوز ال 2 متر على كل حال. دايما بنقول ان السبب في ارتفاع درجه الحراره الفتره دي او هذه الموجه الطويله تاثرنا بكتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه درجات حرارتها مرتفعه بشكل كبير، ده بيكون بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي اللي في طبقات الجو العليا هو بيخلينا نشعر بحراره الجو في درجات الحراره على طول طبقات الهواء المحيطه بينا، وبيؤدي ايضا لعدم تشكل السحب، يعني كتل قادمة من مناطق شديدة الحرارة مع أجواء مشمسة أغلب ساعات النهار، كل ده بيؤدي إلى هذا الارتفاع في درجات طبعا. الحرارة. طب بالنسبة لنسبة الرطوبة يا دكتور؟ نسبة الرطوبة خلال الفترة دي على كل حال بتكون قليلة جدا، يعني لو اتكلمنا عن نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف بتكون أقل نسبة رطوبة اليوم تقريبا حوالي 50%، دي أقل نسبة بنسجلها على مدار اليوم في فصل الصيف، دي بتكون عالية جدا بالفعل. لكن في فصل الربيع وفي التوقيت اللي احنا فيه وتزامنا مع الموجه شديده الحراره دي دلوقتي نسب الرطوبه منخفضه جدا جدا، وده بيكون بالفعل عامل اساسي بيخلينا لو القاهره سجلت بالامس 41 درجه مئويه بتكون بالفعل المحسوسه معاها 41 درجه مئويه او قريبه من ال 41 درجه، لكن مش اعلى من كده.
طيب برضه في ظاهره الجويه اللي بتكون منتشره في هذه الايام هي الشبوره المائيه، مدى كثافتها خلال هذه الايام؟ الشبوره المائيه خلال الفتره دي وتحديدا خلال الموجه شديده الحراره اللي بتكون قادمه من مناطق صحراويه بتكون فرص الشبوره ضعيفه جدا جدا، ما فيش اي فرص شبوره الفتره دي، وبرضه ده سبب من اسبابها هو مساله ان الرطوبه الموجوده في الجو قليله جدا بشكل كبير، وبالتالي ما فيش اي فرص لتكون الشبوره المائيه خلال الفتره الحاليه. لو اتكلمنا عن موعد انكسار الموجه دي، الخرائط عندنا بتشير انه من يوم الجمعه القادم ان شاء الله بيظهر بدايه تغير في مصادر الكتل اللي بتاثر علينا تحديدا على شمال الجمهوريه، وبالتالي ان شاء الله من يوم الجمعه بنتوقع انخفاض طفيف في درجات الحراره بمعدل من 3 الى 4 درجات بيكون على شمال الجمهوريه. يعني يوم الجمعة إن شاء الله السواحل الشمالية هتبدأ تسجل أقل من 30 درجة مئوية، تبدأ تسجل من 28 ل 29، بيليها مباشرة محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى اللي هتبدأ تسجل في حدود ال 35 درجة مئوية، بعد ما هتكون بتسجل الفترة دي ما بين ال 38 إلى 39 درجة مئوية. الانخفاض ده قد يمتد أيضا بشكل طفيف يوم السبت لبعض محافظات الصعيد، لكن محافظات جنوب الصعيد هتظل تحت تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة. طيب يعني احنا كده ان شاء الله من يوم الجمعة هتبدأ مرة تانية تعود درجات الحرارة في الانخفاض حتى لو قليلا، لكن مش هتبقى بصورة الموجة شديدة الحرارة اللي احنا بنعاني منها الفترة دي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي عضو المركز الأعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها المعتاد من القاهرة والعظمى 38، الصغرى 27، العاصمة الإدارية 39، 28، اسكندرية 32، 23، العالمين الجديدة 32، 23، مطروح 33، 24، دمياط 30، 22، بورسعيد 31، 23، إسماعيلية 39، 26، السويس 39، 26، العريش 29، 20، كاترين 32، 14، طابا 35، 25، حلايب 35، 25، شلاتين 37، 27، شرم الشيخ 40، 27، الغردقة 40، 27، الفيوم 40، 24، بني سويف 41، 25، الوادي الجديد 44، 30، أسيوط 42، 25، سوهاج 43، 27، قنا 44 28، الأقصر 44 28، وأخيرا الأسوان 45 في الموجة الحارة حتى يوم الخميس، لكن من يوم الجمعة إن شاء الله هتعاود درجات الحرارة في الانكسار وانخفاضها بنسبة تروح من 5 ل 6 درجات، وهنرجع مرة تانية الأجواء هتكون معتدلة. بس نخلي بالنا في ساعات النهار والساعات الأولى من الصباح والذروة الصباحية وأشعة الشمس عدم التعرض ليها بشكل مباشر لكبار السن والأطفال. هرجع مرة تانية شاذلي وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا ديما. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهارده بإذن الله. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيواصل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة فعالياته الأسبوعية تحت عنوان مكانة الصحابة في الإسلام، وبيعقد الملتقى يوم الثلاث من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف. النهاردة يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته استعداداً لمباراة الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة إفريقيا، وده بعد ما حصل اللاعبين على راحة من التدريبات عقب عودتهم من تونس. وبيعقد الجهاز الفني اجتماع تنسيقي من أجل وضع برنامج تدريب الفريق حتى موعد المباراة السبت المقبل. بيعقوبه محاضرة فنية مع اللاعبين للوقوف على الأخطاء اللي حدثت في مباراة الترجي الأخيرة وشرح النقاط الفنية اللي بيعتمد عليها المنافس. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 24 من عمر المسابقة. هيلتقي بلدية المحلة مع الداخلية في الساعة 4 العصر، وفي تمام الساعة 7 هيلتقي سيراميكا مع البنك الأهلي، في نفس التوقيت هيلتقي الجونة مع طلائع الجيش. النهاردة ذكرى وفاة الشاعر الجنوبي أمل دنقل صاحب الموهبة الشعرية الكبيرة، واللي قدم لينا مجموعة كبيرة من الدواوين المهمة، أبرزها طبعا البكاء بين يدي زرقاء اليمامة. في ذكرى وفاته خلينا نشوف هذا التقرير. الطيور مشردة في السماوات
مشردة ليس لها أن تحط على الأرض، ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الرياح. تحل اليوم ذكرى وفاة الشاعر أمل دنقل الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983، حيث ورث أمل دنقل موهبته الشعرية عن والده الذي تأثر به بشكل كبير وتأثر بفقدانه في عمر العاشرة، وهذا ما أكسب أشعاره حالة واضحة من الحزن. حين أفقر عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين. ولد أمل دنقل عام 1940 في قرية القلعة بمحافظة قنا في الصعيد. كان والده عالماً من علماء الأزهر وعاصر فترة الثورة وتأثر بها، مما ساهم في كتاباته وأعماله أيضاً. كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها في الظلام؟ كيف ترجو غداً لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام؟ واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. التحق الشاعر أمل دنقل بكلية الآداب، لكنه انقطع عنها في سنته الأولى لكي يعمل ويعيل نفسه، وامتلك مكتبة ضخمة ضمت الكثير من كتب الفقه والشريعة والتفسير وذخائر من التراث العربي. عمل أمل دنقل موظفاً في محكمة قنا وجمارك السويس والإسكندرية، ثم موظفاً في منظمة التضامن الأفرو أسيوي. قدم الشاعر أمل دنقل المجموعات الشعرية التي اشتملت على مقتل القمر، بيروت، العهد الآتي، أوراق الغرفة 8، تعليق على ما حدث، البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، وأقوال جديدة عن حرب بسوس. وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس القمر، وترحموا وتفرقوا فكما يموت الناس مات. توفي الشاعر أمل دنقل في 21 من مايو عام 1983 عن عمر ناهز 43 عاماً بعد إصابته بمرض السرطان الذي عانى منه لسنوات عديدة. امبارح حقق منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة فوز كبير بنتيجة 10-2 على نظيره منتخب بوروندي في المباراة الثانية للفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجاري. الفوز ده طبعا بيجي بعد التعادل في المباراة الأولى أمام نيجيريا، وبكده المنتخب قدر إن هو يتأهل لدور ربع النهائي في البطولة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة اللي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بك. يعني طبعا في البداية ألف مبروك على الفوز، وحابين نعرف من حضرتك، يعني بنتكلم عن مباراة نيجيريا في تعادل، وبعدين نتيجة فوز بفارق كبير جدا في مباراة بوروندي. الله يبارك في حضرتك. هو ده طبيعي، احنا أول مرة نلعب في مصر وأول مرة كان يبقى في جمهور، فالولاد كانوا مشدودين، ونيجيريا برضه فرقة تقيلة مش قليلة يعني. فهو دايما مباراة الافتتاح بأي حاجة بيبقى فيها مفاجآت. فالولاد بعد ما خلصوا المدرب قعد معاهم والجهاز الإداري قعد معاهم وفهمهم الدنيا عادي، احنا بنلعب في مصر في أرضنا فلازم تبقوا عاديين يعني، ما تتخضوش، مفيش حاجة، الناس جاية لكم. فالمباراة التانية بقى الحمد لله ابتدوا يفوقوا وابتدوا ما يبصوش للناس وابتدوا يركزوا في الملعب. فهو ده الفرق بس. عظيم. وكابتن رستم ما بيهزرش يعني، انا رحت وحضرت التدريبات والاستعدادات، لا شديد يعني وقت الشغل، ما فيهوش هزار يعني. لا كابتن رستم وكابتن مراد اللي هو التركي ده هما الاثنين ما بيهزروش بجد يعني. ده المدير الفني الجديد اللي جه بعد المدير الفني ما مشي. بالظبط. يعني هو طبعا الظروف صعبه بكل تاكيد على المنتخب، المدير الفني يمشي قبل بطوله مهمه زي دي بكل تاكيد اثر على اللعيبه في هذه المباراه، لكن احنا ادائنا عامل ازاي؟ طمني يعني. احنا اتعادلنا اول مباراه، والمباراه الثانيه الفرق كبير قوي يعني 10-2 دي. لا ما حضرتك بص، الفرق ده مش هو المقياس. هو احنا كان يهمنا اللعب، عشان كده بسالك ادائنا عامل ازاي. لا 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 يعني المقياس مش الاجوان خالص، المقياس طريقه اللعب في الملعب، التركيز الكره في الملعب، اللعب ما بينهم.
لكن هو ده كان المقياس. هو بروندي النتيجه دي مش منطق، يعني مش نتيجه تخلينا نتغر في الفرقه. تمام، احنا لازم نبقى مركزين جدا عشان الفرق، مش كل الفرق هنقدر نعمل معاها كده. مظبوط، فهو طريقه اللعب هي اللي هتفرق بعد كده. طيب استاذ محمد، يعني المنتخب كده قدر ان هو يتاهل لدور الثمانيه، فهيكون شكل المباريات اللي جايه ايه؟ وبعدين فكره كمان وجود جمهور، ده دلوقتي قدرنا يعني قدر اللعيبه يتخطوا الحاجز ده او يتعاملوا معاه، ولا لسه عندهم رهبه شويه؟ لا خلاص، هو بعد امبارح مفيش رهبه، هو كانت الفوز دايما بيجيب فوز طبعا. هم ركزوا وهم عرفوا خلاص ان الموضوع مش هزار، والموضوع خلاص كل الناس عماله بتيجي تتفرج عليهم، فبقى عليهم مسؤوليه كبيره. فان شاء الله الماتشات الجايه هيبقى فيها فرق كبير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه اصعب المنتخبات؟ المنتخب اللي احنا لازم نركز قوي واحنا بنلعب معاه؟ لا هو في كذا فريق، يعني في غانا، في انجولا، في المغرب، الجزائر رغم انها لسه جديده بس فرقه قويه جدا. لا هو دلوقتي المنتخبات افريقيا غير من 7-8 شهور فاتوا. الدنيا متغيره والفرق متغيره وقوتهم متغيره، الناس اهتمت باللعبه في افريقيا كويس جدا، فمبقاش فيه خلاص منتخب عايزك ما تخافش منه او ما تعملوش احترام. ولازم كل المنتخبات تخاف منها وتعمل لها احترام، بس الاقوياء قوي غانا وانجولا والمغرب. بس احنا برضو لازم نعرف الناس ان احنا جداد في اللعبه، فان احنا نظهر بالمستوى ده فدي حاجه كويسه جدا. ما هو لا ما يعني بس برضو ما هم جداد، فاحنا لازم احنا نثبت احنا عملنا ايه. يعني احنا لازم نعديهم ان شاء الله. يعني ان شاء الله. طيب استاذ محمد، خليني اسال حضرتك عن التنظيم. حضرتك قلت لنا ان دي اول مره تنظم البطوله في مصر، فعايزه اعرف من حضرتك تفاصيل الاستعداد لتنظيم البطوله في مصر ايه. هو احنا مستعدين من شهر 9 اللي فات، من ساعه ما خدنا الموافقه بتاعه الكاف ان احنا نعمل البطوله. طبعا كان وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه كانوا واقفين معانا بصراحه، يعني انا اتعاملت معاهم كتير، اول مره الاقيهم يبقوا مهتمين وواقفين بالطريقه دي، بالذات نادي اول بطوله ساق واحده. فكانوا مسهلين لنا كل حاجه، تدريبات، ملاعب، معدات، كل حاجه طلبناها ادوها لنا، فكانت الاستعداد حلو قوي الحمد لله يعني. والمفروض ان النتائج هتبان دلوقتي في البطوله دي ان شاء الله. طب ايه الملاعب اللي هتلعب عليها المباريات يا فندم؟ احنا يعني بنلعب على النادي الابطميه بتروسبورت، هو ده الوحيد اللي بنلعب عليه. لكن الافتتاح كان في السلام؟ الافتتاح كان في السلام بس. وان شاء الله الختام ممكن يعني يا في السلام يا في استاد القاهره، لسه ما قررناش. طب يا فندم، محتاجين نتعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين اكتر عن ابطالنا، يعني خلينا نعرف اعمار اللعيبه، اسمائهم، الابرز حتى منهم. لا هم بصي بلاش اسماء عشان انا هم كلهم بارزين، فانا معايا 15 لعيب كلهم زي بعض. لكن انا عندي 6 بيلعبوا في تركيا، محترفين في تركيا. هو كان واحد بس، محمود، وبعد كده بعد بطولة غانا 5 احترفوا بعديها. احنا عندنا 6 من 15 محترفين في تركيا. ان شاء الله احنا متوقعين بعد البطولة دي 3 كمان يطلعوا باذن الله. ان شاء الله. كل التوفيق للابطال وربنا معاهم، وان شاء الله البطوله دي تكون بتاعتنا، بتؤهل طبعا لكاس العالم. كل شكر لحضرتك استاذ محمد عادل حسني، رئيس لجنه كره القدم للساق الواحده. طيب نرجع تاني لسؤال الحلقه، في اقبال كبير الحقيقه شاذلي على السؤال، على الابلكيشن. لا على السؤال. السؤال بفكر حضراتكم بيه مره تانية، مع اختراع تطبيق بيشتغل مصلح اجتماعي، هل ممكن تلجأوا له في حاله انه حصل خلاف مع جوزك او مع مراتك ولا لا؟ في مروه قاسم بتقول انا شايفه الاختراع ده لو اتعمل مسافه اسبوع هيهنج وهيقول ارحمه. وليد عبد الرب بيقول صباح الخير، هذا التطبيق هو احدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو تطبيق تشات جي بي تي، وهذا التطبيق يتحدث معك ويستمع اليك ويرد على اي موضوع. العلم فيه تطور غير مسبوق، واللي مش مصدق يدخل على التطبيق ويجرب. في اكونت باسم يا رب رضاك والجنه، في سلام نفسي قوي في الاجابه. طب وليه تطبيق يصالحنا؟ هو ليه نتخانق او نتخاصم؟ ده هو هيحصل يعني، هو شئنا ام ابينا هيحصل، يعني هيحصل، يعني هنتخانق صح؟ يعني لازم يكون في كده مناوشات. انا وانت ولاد في المطلق؟ لا في المطلق، الناس بينها في العلاقات الانسانيه بشكل عام عمرها ما بتصير كلها في اتجاه واحد ولا على نمط واحد طبعا.
في ابو حبيبه بيقول صباح الخير على يا مصر والقناه الاولى في كل مكان، معاك رضا رمضان من الاسماعيليه. لا طبعا العشره اهم بين الزوجين، يقعدوا لبعض ومحدش يستقل بكلامه، ودوام الحال من المحال. الدنيا يوم حلو ويوم مر. دي حقيقه. لسه طبعا مستنيين اجابات حضراتكم على سؤالنا الموجود على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. اما الان فالثامنه صباحا موعدة مع موجز لاهم الانباء مع دينا شرف. تفضل يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعت مصر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. كما أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل. تقرر إقامة مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه اليوم في مدينة تبريز. وكانت إيران قد أعلنت وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين في أعقاب حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها، بعد أن تعرضت الطائرة لحادث مفاجئ في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. حددت السلطات في إيران 28 من يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية ثلاثة، حيث تم تبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور الإيراني بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما ودراسة توقيت العملية الانتخابية بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات. قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن العقوبات على توريد قطع الغيار ليست سببا لتعطل وتحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. وأضاف كيربي أن كل دولة تتحمل مسؤوليتها الخاصة عن ضمان سلامة وموثوقية معداتها بما في ذلك الطيران المدني، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لبلاده لا أساس لها على الإطلاق ولا صحة لها. قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل تهدف إلى التلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن توقف تدفق المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع. وأضاف عبد الخالق في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في رفح الفلسطينية أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة، قائلا مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد سبل لإنفاذ المساعدات للقطاع. وأوضح أن مصر ترفض رفضا تاما العدوان على رفح الفلسطينية وضرورة إيقاف كافة العمليات العسكرية على كامل القطاع، موضحا أن تواصل العدوان على القطاع يؤدي لاستحالة العمل الإغاثي والإنساني. رحبت جنوب افريقيا بطلب المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه اصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثه من قاده حماس. وقال رئيس جنوب افريقيا ان بلاده ملتزمه بسياده القانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق الانسان وتسويه النزاعات الدوليه بالتفاوض وبحق كل الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الفلسطينيون. The provision of healthcare in this country is currently fragmented. It is unsuitable and it is.
وفي هذا السياق دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة عن إسرائيل، مؤكدا أن قوات الاحتلال لا ترتكب جرائم أو مذابح في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة على حد تعبيره. وقال بايدن في البيت الأبيض إن ما يحدث في غزة ليست إبادة جماعية. جاء هذا في تعليق للرئيس الأمريكي على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، ووصفه بأنه أمر شائن. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن الكونغرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية بما فيها العقوبات في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيل. وأشار جونسون إلى أنه تم السماح للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القيادة الإسرائيلية، فستكون قيادة بلاده هي التالية من جهته. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، واستهدفت غارات إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في جبالية شمال القطاع، فيما استشهد خمسة آخرون في قصف استهدف منزلا في بيت لهيا. كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في حي التفاح شرق غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. سنة عن سنة مسابقة الدولة المبدع الصغير بتنتشر أكتر وبتتوسع والإقبال عليها بيزيد. أكتر من 10,000 موهوب وموهوبة تقدموا السنة دي لمسابقة الدولة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والسنة دي كان عدد المتقدمين هو الأكبر في تاريخ هذه الجائزة. هي أن المسابقة شاذلي بتكشف كل يوم أن أرض مصر غنية بالمواهب. خلينا نرحب نهاردة باتنين من المواهب الصغيرة اللي فازوا بجوائز العزف والغناء، عمر حمادة الفائز بجائزة الدولة فار الغناء، وشادي محمد الفائز بالجائزة الأولى للمبدع الصغير. صباح الخير عليكم، ألف ألف مبروك. صباح النور. طيب أنا هبدأ مع عمر. ازيك يا عمر؟ الحمد لله، حضرتك عاملة إيه؟ أنا كويسة طول ما أنت كويس. عرف بقى المشاهدين يا عمر على نفسك، وعرفنا عرفت إزاي عن المسابقة. أنا اسمي عمر حمادة صابر وعندي 8 سنين ونص. تانيا انا قدمت في المسابقه دكتوره هاديه صابر، هي اللي قدمتني في المسابقه دي. وانت شادي؟ انا اسمي شادي محمد عبد الجيد، عندي 11 سنه. انا عرفت المسابقه دي من اخويا وبابايا، عرفوني عليها فدخلتها. طيب عمر بقى، تحب في البدايه كده تسمعنا ايه؟ زي ما عرفنا المشاهدين عليك نعرفهم كمان على صوتك. ماشي. عمر من الناس اللي بتحب صباح الخير يا مصر قوي، وبيشوف البرومو بتاع البرنامج وكان لسه بيقول انا بقعد اسمع ناس تقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا مصر، هو انتوا؟ قلت له احنا. صباح الخير يا صباح الخير عليك يا عمر، يلا تعرف الساده المشاهدين بقى على صوتك. ماشي حاضر. كل ده كان لما شفت عينيه، كل ده كليه لما شفت عينيه، حن قلبي ليه وانشغلت عليه، حن قلبي إلي وانشغلت علي وانشغلت علي، كل ده كليه كليه ليه، آه ليه ليه. سلام.
شفتي القاه دي؟ يا سلام. اه ليه؟ احنا كنا فاكرين ان شادي صوته حلو. لا ده فنان كبير وشياكه كمان. يا شادي عايزين بس نشيل الفيولين شويه كده عشان الناس تشوفك وتتعرف عليك اكتر. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ اه الحمد لله. نبتدي بقى نعزف ونسمع الناس؟ يلا بينا. يا سلام. هايل هايل هايل. دي معزوفة مين؟ المقطوعة دي ليجند كنسون. اتدربت عليها كتير. اتفضل يا واد. اتدربت عليها كتير طبعا عشان تطلع بالإتقان ده، أكيد اتدربت عليها كتير صح؟ اه. طيب زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، جايزة المبدع الصغير في نسختها الرابعة شهدت أكثر من ظاهرة إيجابية من حيث عدد المتقدمين، تنوع المحافظات كمان اللي قدم منها الموهوبين للفوز بهذه الجايزة بجوائز المسابقة. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن اهم ما شهدته الجائزه من دكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. وصباح الخير على حضرتك وكل الساده المستمعين. اهلا بحضرتك. احنا النهارده الحقيقه عندنا يعني مبدعين صغيرين معنا، عمر وشادي، واكيد كان في عدد كمان اكبر متقدمين السنه دي للجائزه. خلينا نعرف من حضرتك بعض التفاصيل، يعني عدد المتقدمين كان قد ايه؟ ايه المحافظات اللي كان ليها نسبه او نسبه التقديم الاكبر؟ طيب هو الحقيقه احنا اول امس الدكتوره نجيم الكيلاني وزيره الثقافه اعتمدت اسماء الفائزين بالجائزه، ودي في الدوره الرابعه لجائزه الدوله المبدع الصغير. زي ما حضراتكم عارفين ودي جائزه بتقام تحت رعايه كريمه للسيده حرم السيد رئيس الجمهوريه. الحقيقه انه السنه دي شهد مجموعه من الارقام كانت لها دلالات واضحه وايجابيه جدا عندنا. هذه الدوره شهدت اكبر عدد من المتقدمين للجائزه منذ تاسيسها منذ 4 سنوات.
فإحنا عندنا إجمالي 10555 متقدم من كافة أقاليم ومحافظات مصر. العدد ده منه 10455 متقدم ومتقدمة من مصر، وفي 100 ودي برضو شيء جديد من خارج جمهورية مصر العربية، طبعا لأطفالنا اللي بيعيشوا في الخارج. لأول مرة في متقدمين بيتقدموا من خارج مصر، جالنا من السعودية كان منها أكبر إقبال، جالنا من الإمارات، جالنا من بعض الدول الأوروبية. مصريين مقيمين في الدول دي؟ طبعا، لأن هي الجايزة أصلا حاجات تبع للقانون، اللي بيتقدم لها مصري الجنسية. تمام. فدول أبنائنا من المقيمين في الخارج مع أبائهم، فبلغ عددهم دول 100، فالإجمالي كان 10555، وده عدد كبير زي ما قلت لحضرتك، ده أكبر عدد يتقدم منذ التأسيس. من حيث بقى المشاركات المحافظات المختلفة للسنة الثانية على التوالي، أسيوط بتأتي في المرتبة الأولى بحوالي 3600 متقدم ومتقدمة. طبعا ده مؤشر جيد جدا ان اسيوط للعام الثاني بتحتل الصداره في نسبه المتقدمين، اخذا بالاعتبار انه يعني هناك محافظات دائما كان هناك يعني اعتقادات سائده انها بعيده عن الفنون، بعيده عن الاداب، بعيده عن الثقافه بصفه عامه. عندما تاتي اسيوط لتتصدر المشهد للمره الثانيه، ده بالنسبه لنا الحقيقه مؤشر ايجابي جدا ان كل الحراك المجتمعي الذي يحدث، سواء في دعم المحافظات الأكثر احتياجا من خلال حياة كريمة، سواء من حيث وجود دي أحاضنة من خلال الأسر المختلفة، لأن حضرتك إحنا طبعا هو طفل بيتقدم، لكن لابد أن إحنا نتوقع أنه الذين فازوا وأبدعوا هؤلاء المبدعين الصغار وجدوا بيئة حاضنة ومحفزة لهم من خلال الأسر، وجدوا بيئة محفزة أيضا من خلال الإقليم والمحافظة، من خلال قصور الثقافة، من خلال المراكز الثقافية المختلفة. فالحقيقة إحنا الرقم له دلالات متعددة، ليس مجرد أنه أتى إلينا من أسيوط رقم كذا. المحافظة رقم 2 أيضا كانت محافظة من خارج نطاق القاهرة الكبرى، كانت الوادي الجديد، حوالي 770 مشاركة، وهذا أيضا مؤشر جيد أنه المحافظات الجدية. لا طبعا ده رقم كبير برضو، أخذا بالاعتبار أنه بالمحافظات الحدودية أيضا بتلقى اهتمام، وهناك يعني مشاركات كثيرة منها، وده الحقيقة برضو بيكرس مبدأ وهدف مهم جدا من أهداف وزارة الثقافة، هو تحقيق العدالة الثقافية لكل أبناء مصر في كافة المحافظات. الحقيقة الرقم الثالث والأخير أنا يعني أحب أن أنا أتوقف عنده مع حضرتك، وهو مشاركات من محافظة شمال سيناء. شمال سيناء كانت المشاركات حوالي 340 مشاركة، وكان هناك فائزة من محافظة شمال سيناء في مجال القصة، وده أيضا مؤشر إيجابي ومهم جدا بالنسبة لمحافظة مثل شمال سيناء مرت بظروف كلنا نعلمها. هذا لم يمنع أيضا أن تتوافر البيئة الحاضنة خلال السنوات الأخيرة من خلق هذه البيئة المحفزة التي منحت هؤلاء الصغار الفرصة لأن يبدعوا وأن يتقدموا بل ويفوزوا أيضا. طيب دكتور، يعني احنا بنتكلم على هذا العدد الكبير اللي تقدم للمسابقة من الأطفال أو من مبدعينا الصغار، ايه اكتر فرع من فروع المسابقه اللي كان فيه اكبر عدد من المتقدمين، وايضا يعني على اي اساس بيتم اختيار الفائزين؟ طيب بالنسبه للمجال الاكثر بيلقى الاقبال الاكثر هو مجال الرسم، ده عاده حقيقه بيتكرر في دورات سابقه، لكن اللافت هذا العام يعني هو مجال الرسم بيحتل المرتبه الاولى. حضراتكم عارفين احنا عندنا ثلاث مجالات اساسيه بدايه، عندنا اداب وفنون وابتكارات واختراعات علميه، وتحت كل منها بتاتي فروع، يعني عندنا القصه والمسرح والشعر، وعندنا الرسم والغناء والعزف، ثم مجال التطبيقات العلميه. الحقيقه مجال التطبيقات والابتكارات العلميه وده ايضا رقم مهم جدا، شهد اكثر من 900 متقدم هذا العام، وده أيضا بيعطي دلالة على أن هناك اهتمام من الأطفال بمجال
مجالات التقنيه، مجالات التكنولوجيا والمعلومات الجديده. تمام، وكل الفروع زي ما حضرتك قلت، حتى وصلنا في النهايه الى ما يزيد عن 10,000 متقدم لهذه المسابقه. طيب احنا عندنا 3 سنين فاتوا وفيهم نجوم بارزه وفيهم ناس تم تكريمهم وحصدوا هذه الجائزه، ازاي الوزاره بترعاهم عشان رعايتهم دي هي اللي هتشجع ناس تانية ان هي تشترك في هذه المسابقه، وبدل ما يبقى 10,000 السنه الجايه يكونوا 20,000 و30,000 كمان؟ ده سؤال مهم، والحقيقه انه من اهم مميزات جائزه الدوله للمبدع الصغير منذ تاسيسها انها لا تكتفي فقط باعطاء قيمه او جائزه ماليه وشهاده تقدير للفائز، بل ان هناك رعايه لاحقه من قبل هيئات وقطاعات الوزاره المختلفه بل وبعض الوزارات الاخرى للفائزين. احنا بالنسبه لوزاره الثقافه في المجالات المرتبطه بمجالات الفنون والاداب زي الرسم والشعر والموسيقى والغناء، دار الاوبرا بترعى الموسيقى والغناء والعزف. المجلس الاعلى للثقافه من خلال المركز القومي لثقافه الطفل بدا في تدشين سلسله خاصه بالفائزين في جائزه الدوله المبدع الصغير في مجالات القصه والمسرح والرسم. يعني باختصار احنا بنعمل كتاب عباره عن فائز بالقصه او المسرحيه ومعاه كمان الفائز في مجال الرسم هو اللي بيعمل الرسوم التوضيحيه للقصه او المسرحيه الفائزه. الولاد اشتركوا في معرض القاهره الدولي للكتاب، عملنا لهم حفلات توقيع. اللي بيفوزوا في مجال الرسم بترعاهم قطاعات الفنون التشكيليه التابعه للوزاره. بالنسبه لابنائنا الفائزين في مجالات الابتكارات والتكنولوجيا والمعلومات، احنا عندنا شراكه مع وزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، عندنا مع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، بحيث تكون هناك فعلا رعايه لاحقه، لانه هو الهدف الحقيقه هو اكتشاف هذه المواهب ثم العمل بعد ذلك طبعا على تنميه وتطوير هذه المواهب من خلال الجهات المتخصصه اللي انا ذكرتها لحضراتكم. ففي النهايه يعني احنا باذن الله كمان يعني في تفكير ان شاء الله ان في الدورات القادمه يكون في نوع من التكريم للذين وصلوا للمراحل النهائيه في التصفيات او ما يعني اصطلح على تسميته بالقائمه القصيره. وده هيخليني في عجاله اجاوب حضرتك على السؤال بكيف يتم اختيار الفائزين. احنا عندنا مرحلتين اساسيتين، مرحله تصفيه اولى بيتم من خلال لجان التحكيم والفحص ترشيح 10 اسماء في كل فرع من الفروع، ثم بيتم تصعيدهم للجان تحكيم اخرى في المراحل النهائيه بيتم من خلالها اختيار فائز واحد في كل فرع من الفروع. يعني الحقيقه دكتور هشام، فكره انه بيتم رعايه المواهب حتى بعد الفوز بالجائزه، او حتى فكره الاهتمام بهذه القائمه القصيره والمتقدمين اصلا في المسابقه، دي نقطه مهمه جدا، لانه مش الهدف انه يبقى في جائزه ماليه وقتيه او انه يكون حتى لو اشاده انيه، لكن لازم فكره رعايه المواهب، لانه طول الوقت احنا بنبقى شايفين ان مصر ولاده وطول الوقت عندنا مواهب، بس لازم دلوقتي كمان يبقى في رعايه لهذه المواهب عشان لما نوصل وقتنا دلوقتي يبقى عندنا جيل واثنين وثلاثه وصف اول وثاني وثالث، ما نبقاش بس قاعدين مستنيين بنمسك في موهبه بعينها، لا بالعكس يكون عندنا يعني خلينا نقول كنز من المواهب، وده بالفعل موجود في مصر. فطبعا احنا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هشام عزمي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، ومجهود كبير الحقيقه من قبل وزاره الثقافه ايضا. خلينا نرجع مره ثانيه لعمر. يا عمر. ايوه نعم عمر. نعم عمر. طيب احنا عمر وحشنا صوتك، بقى هتسمعنا ايه تاني؟ حلوين. هنسمع والله إيه؟ انتوا اللي حلوين. انا مش سامع. حلوين من يومنا والله. يلا حلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسه، وبقدم احلى فرحه ومعاها متمسه. حلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ده الغالي علينا غالي، 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 ولا
حاسة حلو من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. سيدي يا سيدي احنا كان نفسنا انتوا الاثنين تشتركوا طبعا في عمل فني، لكن طبعا احنا عندنا الشرقي وعندنا الغربي. عايزين نختم بحاجه يا شادي سريعا كده. هايل يا شادي هايل. اللي حضراتكم شفتوه ده بيؤكد ان الابداع المصري لا ينضب ابدا، لا ينقطع طول ما هناك رعايه للمواهب اللي زي الموهبتين اللي معانا طبعا، وكل ده بفضل طبعا جائزه الدوله للمبدع الصغير اللي بتكتشف دايما المواهب. احنا بنشكركم وبنتمنى لكم طبعا كل التوفيق. عمر حماده الفائز بجائزه الدوله في فرع الغناء، وشادي محمد الفائز بالجائزه في العزف، شكرا ليكم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح لحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. وهنبدأ معاكم جولتنا من الدوري المصري، وفريق زاد تعادل مع فريق الاتحاد السكندري سلبيا في مباراة لجامعتهم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة 24 من عمر منافسات الدوري المصري. بالتعادل ده وصلت زاد للنقطة 37 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 36 نقطة في المركز الرابع. فريق المصري البورسعيدي تعادل مع فريق انبي 0-0 في مباراة لجامعتهم على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري. بالنتيجة دي بيحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد فريق انبي في المركز السابع برصيد 33 نقطة. فريق فاركو تعادل مع المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة 24 للدوري. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد المقاولون ل 16 نقطة في المركز قبل الأخير للدوري، بينما رفع فاركو رصيده ل 20 نقطة في المركز ال 15.
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح تعيين المدرب الهولندي أرني سلوت مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للمدرب الألماني يورجن كلوب. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حرص على وداع مدرب الألماني يورجن كلوب بالمدير الفني الراحل بالرسالة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، عبر خلالها عن مشاعره بعد سنوات من العمل سويا. وقال محمد صلاح عبر حسابه في وداع يورجن كلوب: قد كان من الرائع مشاركة كل الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية. وأضاف محمد صلاح: أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي احتفل بنهاية الموسم مع ريدزي بنشر صورتين مع ابنتيه مكة وكيان بعد نهاية مباراة ناديه الأخيرة أمام وولفرهامبتون، مصحوبا بعلم مصر في واحدة من المشاهد السعيدة للفرعون قبل بدء إجازة طويلة. أول امبارح ورسميا رحل المدرب الألماني يورجن كلوب عن نادي ليفربول الإنجليزي ليلة وداع من واحد من المدربين اللي أثروا في تاريخ النادي على مدار 9 سنين من البطولات المحلية والدولية. طبعاً عدسات الكاميرات رصدت اللحظة المهمة اللي ودع فيها نجمنا المصري محمد صلاح يورجن كلوب. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الوداع من ضيفنا عبر الهاتف كابتن إبراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا استاذه دينا، تحياتي لحضرتك وتحيات اسره البرنامج وتحيات الساده المشاهدين وتحيا مصر. تحيا مصر. في البدايه يا كابتن ابراهيم، ازاي شفت المشهد الاخير لوداع يورجن كلوب من فريق ليفربول؟ استاذه دينا، طبعا وداع اسطوري، يعني واحنا بنقول كده يعني هكذا يتم تكريم الاساطير ورد الجميل. يعني عايزين نقول ان يورجن كلوب اسطوره فحرت اسمها داخل قلعة الانفيلد في الكرة الانجليزية في الدوري الانجليزي، يعني بكل حب وتقدير واحترام، لان الرياضة طبعا هي حب وطاعة واحترام. اللي احنا شفناه دوت هي طبعا لحظات، يعني لحظات وداع مؤلمة ولكن بتبقى خالدة في الذاكرة يا استاذة دينا. كلوب طبعا حاجة انا يعني على المستوى الشخصي قابلته اكتر من مرة، لا هو مش مدرب كرة قدم بس، لا ده هو اب، ده هو يعني معلم وفنان في كره القدم، يجيد التعامل مع 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 اللعيبه بطريقه عاليه جدا. يعني هو زرع وحصد زي ما بنقول، يعني دخل من 2015 وخرج من الباب الكبير. النهارده يورجن كلوب حط اسمه ضمن اساطير ليفربول. طبعا يعني في مقوله كده اللي ناخدها نقولها للناس، ان كلوب بيقول ان كره القدم مجرد لعبه يتمتع بها الناس في نهايه الاسبوع، ولكن النهارده بقت مش لعبه بس، ده بقت عشق وبقت يعني حاجه بتجذب الجماهير على مستوى العالم يا استاذه دينا. لا الوداع كان يليق فعلا بيورجن كلوب بالسبع بطولات اللي دخلهم لنادي ليفربول، وخلى ليفربول كمان على مقاف الكبار. يعني النهارده احنا لو بنشوف ليفربول من ثلاث بالظبط كده، يعني حضرتك تشوفي يعني ليفربول على تاريخ الدوري الانجليزي ما حققش من سنين. مع ليفربول يورجن كلوب بقى رقم واحد، مع ليفربول يورجن كلوب النهارده يعني هو كان اضاف حتى كمان لو دخلنا على حته محمد صلاح كمان زي ما حضرتك قلتي، محمد صلاح لا العلاقه كويسه جدا، انا شفت الكلام ده على المستوى الشخصي. حتى لو شفنا مثلا ما ده اللي انا عايزه اسال حضرتك عليه، هو طبعا خلق حاله يعني معنويه اضافها كلوب لفريق ليفربول كله على طوال 9 سنين، لكن ليه كان علاقه خاصه جدا مع محمد صلاح وده كان ظهر جدا في وداعه بالامس. بالظبط. بص يا استاذه دينا، سؤال قوي جدا، انا عايز اخد دي كمدرب، انا بقى اخد ازاي يورجن كلوب اشتغل على الجانب العقلي والقوه الذهنيه لمحمد صلاح وخلى المنتاليتي عنده بقى عاليه جدا. طبعا اشتغل على القوه البدنيه والذهنيه، وازاي ان هو يعني وصل لمحمد صلاح ان هو يكون مؤثر في كل مباراه. لا ده مش في كل مباراه، ده في كل هجمه. يعني دخل عنده حته الالتزام والانضباط والسيطره على القدرات والثقه في النفس، وكمان وصل له كمان يا استاذه دينا التخيل للمواقف، وده مش اي مدرب يقدر يوصل للاعب يبقى فيه كده كوميونيكيشن كده سكيل بينهم هما الاثنين. لا يعني هو وصل له ان هو يبقى يتخيل الحدث قبله
يعني وقوع الحدث نفسه، وكمان اشتغل معاه على حته الضغوط المختلفه وكيفيه التغلب عليها. يعني انت حضرتك يعني شايف ان تطور محمد صلاح فنيا اتشكل فعلا بدخوله قلعه انفيلد واحتكاكه المباشر بالمدرب الالماني يورجن كلوب؟ بالظبط يا استاذه دينا، اسلوب معيشي قاسي خلى محمد صلاح وصل رقم واحد في العالم. اسلوب معيشي يتظل يعني في حرمان والتزام. النهارده محمد صلاح بيقعد 3 ساعات في الجيم يا استاذه دينا، 3 ساعات النهارده. مين بس حرمان والتزام، ولكن مع حب اللي هو بيعمله، يعني ما كانش مع ضغط عصبي بل بالعكس. لا طب الله بالظبط كده، يعني يعني لازم يعني هو حط حته المنتاليتي والقوه الانفجاريه عند محمد صلاح امتى ياخد القرار. على فكره يا استاذ دينا اخد بس كده يعني 10 ثواني، في الاتحاد الانجليزي عندنا المحاضرين بيجيبوا لنا نماذج وبيجيبوا لنا نموذج محمد صلاح ازاي هو بقى جاي منين وبقى فين دلوقتي. ليه بقى؟ لان محمد صلاح من اللعيبه الكبار على مستوى العالم في تاريخ كره القدم، صاحب قرار يعني ديسيجن ميكر، بيعرف ياخد ديسيجن. يعني احنا بنشرح كمان للولاد وبنشرح للعيبه الموجوده هنا داخل انجلترا ازاي احنا بنجيب محمد صلاح وبيبقى نموذج وبنقيس عليه الالتزام. انت النهارده عشان تبقى ملتزم في 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 وسط الكبار لازم او متالق لازم يكون عندك جانب عقلي وذهني عالي جدا وصاحب قرار. فالنهارده محمد صلاح لا رقم واحد. يعني انا شفت بقول لحضرتك على مستوى ببقى موجود معاهم يعني في الاوتيل في بشوف من قريب مع ليفربول جوه قد ايه التعامل بيكون قوي جدا، ويعني زي ما بنقول كده في حميميه وصداقه كبيره جدا بين يورجن كلوب وكل لاعبين ليفربول بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الانجليزي لكره القدم. هنرجع مره ثانيه لجومانا وشازلي علشان نكمل معاك فقط صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع الحقيقه مؤخرا الناس بتتكلم عنه كتير جدا، ويمكن اخر التحذيرات كمان اللي اطلقتها منظمه الصحه العالميه قالت انه في متحور جديد لكورونا اسمه فليرت. المتحور ده بينتشر بشكل سريع ووصفته بالاخطر عن كل متحورات كوفيد اللي ظهرت من 4 سنين. طبعا التحذير اللي اطلقته منظمه الصحه العالميه ورد في مضمونه انه ممكن يحصل تفشي للمتحور بشكل اكبر حول العالم في ظل الموجه الحاره اللي بتشهدها البلاد اليومين دول. فايه الحكايه بالظبط؟ ايه القصه على وجه التحديد؟ معانا دلوقتي على التليفون دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه للمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور امجد. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على الساده المشاهدين. اسمح يا اهلا بيك يا فندم. ايه حكايه المتحور الجديد وهل بتكمن خطورته فقط في انه سريع الانتشار؟ طيب احنا نطمن الناس ان كورونا هو طبيعه التحول، الفيروسات عموما هي التحور، بمعنى ان كورونا طبيا لن ينتهي، كورونا اصبح فيروس تنفسي هنعتاد عليه مثل باقي الفيروسات، ولكن خطورته وحدته هي اللي هتبقى اقل الفتره اللي جايه. تحور فيروس كورونا الفتره اللي فاتت للاضعف، بمعنى ان هذا الفيروس الفتره اللي فاتت كل التحورات اللي حصلت جعلت من الفيروس قدرته على الانتشار اسرع بصوره كبيره جدا، ولكن خطورته اقل. بمعنى ايه خطورته اقل؟ يعني مضاعفاته اللي كانت بتحصل قبل كده اقل. تحور، ودي من نعمه ربنا ان تحور الفيروسات ممكن يجعلها ليها قدره كبيره على الانتشار، وده اللي احنا شايفينه عالميا في المتحور الجديد اللي منظمه الصحه حذرت منه اللي هو فليرت، ان هو سريع الانتشار واصاباته كتير جدا. لكن لو قيمنا شدته وخطورته حتى الان لحد دلوقتي ما فيش تقارير بتقول ان هو اكثر من سابقيه، يعني لم يطرق عارض جديد، لم يطرق اي مضاعفات خطيره جدا حصلت الفتره دي من هذا الفيروس، فبالتالي وضع وبائيا مستقرين انتشار عالمي لهذا الفيروس، ولكن كخطوره وكحده وكمضاعفات بنسبه كبيره جدا كسابقي اللي هي النسب المعتاده. كورونا من نعمه ربنا قلت شدته قلت خطورته لدرجه ان احنا كل الادوار التنفسيه دلوقتي معظمها بسيطه، في انتشار لبعض العدوات الفيروسيه ولكن معظمها مش خطير شدته اقل. احنا في موسم، احنا التقلبات الجويه والموجات الحاره ما بين انخفاض وارتفاعات الحراره دي بيساهم في انتشار الفيروسات التنفسيه، مش كورونا بس، البرد والانفلونزا، العالم كله بيشهد موجه من الفيروسات التنفسيه، مش فليرت بس، وده بسبب التقلبات الجويه، تغيرات الطقس، دي بتساهم بنسبه كبيره جدا في انتشار العدوات التنفسيه سواء البرد او انفلونزا او كورونا بمتحوراته، حتى هذا التحور الجديد اللي لحد دلوقتي لم يثبت دخوله مصر، ولكن عالميا بقى ليه انتشار في بعض الدول، ومنظمه الصحه العالميه بتحذر كل مره منه من قدرته وسرعته على الانتشار. كل التحورات السابقه بالفعل كان بتكسب الفيروس
قدرة وسرعة على الانتشار السريع. طيب دكتور، يعني بالنسبة للبيان اللي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية وتحدثت عن أنه تقريبا ربع الإصابات أو ربع إصابات كورونا حول العالم هي بسبب هذا المتحور، وبرضو بالإشارة للتحذيرات اللي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، مدى جدية هذه التحذيرات زي ما حضرتك بتتكلم أنه هو الفكرة كلها في يمكن الانتشار، لكن حدة الفيروس نفسه أو حدة الإصابة نفسها بتكون أقل؟ بالفعل هو طبيعة الفيروس والتحور الجديد انتشار سريع، وده حصل على فكرة مش أول تحور يحصل ويكون في تشبع بعدها أن يبقى فيه إصابات كتير. ولكن لو قيمنا التحورات دي كلها، نسب وفيات، نسب دخول في المضاعفات، نسب إشغال مستشفيات، نسب رعاية، أقل بكثير بكثير من التفرع أو التحور الرئيسي اللي هو أوميكرون اللي هو آخر التحورات الرئيسية. يعني هي فندم بمثابة خلينا نقول متابعة لهذه المتحورات مش تحذير، يعني هي أكتر منها متابعة. ليه؟ لأن منظمة الصحة العالمية في الأول كان في نوع من التكاسل، فابتدت أي ظهور أو انتشار لفيروس كورونا أو تحور بتدي تحذيرات وتحطه تحت الاهتمام والمتابعة، هل هيحصل تحور أكبر؟ هل هيبقى فيه مضاعفات؟ لكن لحد دلوقتي كل ما ظهر علميا من كل الدراسات إن هو سريع الانتشار بالفعل، لكن كحدة وخطورة ومتابعة حتى الآن لم يثبت وهو تحت المتابعة حتى الآن. ولكن التحذير الأقصى إن هو بفكرة الهروب المناعي، إن أجسادنا اللقاحات اللي خدناها مر عليها فترة كبيرة واللقاحات لا تعطي مناعة طويلة الأبد، إن حصل نوع من الهروب المناعي، إن جهازنا المناعي منظومة اللقاحات اللي تم أخذها ما بقتش تقدر تتعرف على الفيروس، عشان كده معظم الشركات الآن ابتدت تتجه لإنتاج لقاحات تحتوي على السلالات الجديدة. فكرة الهروب المناعي دي موجودة مع التحور الجديد، إن بمعنى إن فكرة أو منظومة اللقاحات ما بتديش مناعة طويلة الأمد، المناعة اللي خدناها من اللقاحات ممكن ما تديش مناعة ضد التحور الجديد. ولكن من نعمة ربنا برضو إنه هو مش شديد الخطورة، فبالتالي مناعتنا الطبيعية والتلقائية هتتعرف عليه عادي، تقدر تواجه، مش هيكون ليه مضاعفات، وده اللي موجود حاليا إن هو سريع الانتشار بدون أي مضاعفات أو خطورة. طيب دكتور أمجد، وحضرتك كنت ضيفنا بشكل تقريبا مستمر في بداية ظهور فيروس كورونا هنا في البرنامج، وكان برضو عبر المداخلات التليفونية، وكنا دايما بنتكلم إنه مع ارتفاع درجات الحرارة بيقل انتشار فيروس كورونا، أو إحنا كنا دايما بنستنى الصيف لأنه الانتشار بيقل. طب دلوقتي إحنا بنقول إنه ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي إلى زيادة الانتشار، طب نفهمها إزاي دي يا فندم؟ طيب احنا زمان كنا بنقول ان طبيعه الفيروسات بتقل مع ارتفاع الحراره، لكن احنا للاسف مش في ارتفاع حراره، احنا في تقلب جوي ما بين انخفاض والحراره، احنا في طقس من اسبوع كان ممكن فيه شويه هواء، من النهارده حر جدا. فكره تغيير الجو ما بين حراره جديده وما بين انخفاضات، ما فيش استقرار في الحراره، يعني احنا لسه ما قلناش ان احنا في الصيف، الصيف لسه 20/6، احنا لسه ما بين حراره جديده قوي وهيبقى فيه انخفاض تاني، ده بيساعد الفيروس على النشاط وبيساعد اجسامنا كمان تقبله، ان انت الجو بارد لا ساقع شغل التكييف، بيعرض اجسامك من حراره عاليه لحراره منخفضه، ده كله بيساهم على انتشار الفيروس وسهوله دخوله في اجسادنا. ان جهازك المناعي انت دلوقتي خففت مره واحده والجو ساقع تاني، لا شغلت تكييف، لا شغلت مروحه، ده بيساعد بنسبه كبيره ان انت شخص طقس متقلب ما بين ارتفاعات وانخفاضات، ما بين انت تلبس شتوي وتلبس صيفي، ده بيساعد على دخول الفيروس على اجسادنا وكذلك على سرعه انتشاره، لكن ما فيش ثبات في الطقس، احنا في موسم تغيير جو ما بين انخفاض وارتفاع، لكن عند ثبات الحراره هتقل شده الفيروسات التنفسيه، سواء ثباتها في الحراره او ثباتها في الانخفاض، فبالتالي احنا لسه لا شتاء لا صيف، ارتفاعات وانخفاضات، ده بيساعد في انتشار العدوات التنفسيه، حتى الانفلونزا تنتشر في الطقس المتقلب، البرد ينتشر في الطقس المتقلب، كورونا كفيروس تنفسي ايضا ينتشر في هذا. أمجد، يعني نشكر حضرتك اكيد جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات، ويعني حتى الان لا داعي للقلق من هذا المتحور الجديد. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه للمصل واللقاح. الان مع موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق إن إسرائيل تهدف إلى التلاعب بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري نتيجة مباشرة للعدوان على القطاع. وأضاف عبد الخالق في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في رفح الفلسطينية أن مسعى مصر لإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار بالقطاع
نابع من مبادئها التي لا تقبل المساومة، وأن مصر ستستمر بلا كلل لإيجاد السبل لإنفاذ المساعدات لقطاع. وأوضح أن مصر ترفض رفضا تاما العدوان على رفح الفلسطيني، مطالبا بضرورة إيقاف كافة العمليات العسكرية على كامل القطاع، وموضحا أن تواصل العدوان على قطاع يؤدي إلى استحالة العمل الإغاثي والإنساني. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم حتى الآن تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف البحري المؤقت، لكنها أوضحت أن جميع المساعدات لم تصل إلى المستودعات. وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية تم نقلها من موقع رصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة، ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة، لكن لم تصل سوى 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع يوم السبت، بعد أن أخذ فلسطينيون حمولة 11 شاحنة أخرى في أثناء الرحلة التي مرت بمنطقة أشار مسؤول بالأمم المتحدة إلى أنها شهدت نقصا في المساعدات. ولم تتلقى الأمم المتحدة أي مساعدات من الرصيف يومي الأحد والاثنين. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، واستهدفت غارات إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في جبالية شمال القطاع، فيما استشهد 5 آخرون في قصف استهدف منزلا في بيت لاهيا، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال على منزل في حي تفاح شرق غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة. أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها، وذلك تعليقا على طلب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضافت أنها ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيمكن من استعادة أفق السلام ووضع حد لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وكانت جنوب إفريقيا قد رحبت بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس. وقال رئيس جنوب إفريقيا إن بلاده ملتزمة بسيادة القانون الدولي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتسوية النزاعات الدولية بالتفاوض وبحق كل الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الفلسطينيون. قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن الكونغرس على استعداد لاتخاذ أي إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية بما فيها العقوبات في حال أصدرت مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيل. وأشار جونسون إلى أنه إذا تم السماح للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد القادة أو القيادة الإسرائيلية فستكون قيادة بلادي هي التالية من جهتي. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بورين إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، مضيفا أن الدول المصدقة على نظامها الأساسي ملزمة بتنفيذ قرارها. تقرر إقامة مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه اليوم في مدينة تبريز. وكانت إيران قد أعلنت وفاة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين في أعقاب حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها بعد أن تعرضت الطائرة لحادث مفاجئ في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. كما حددت السلطات في إيران 28 من يونيو المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاثة، حيث تم تبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور الإيراني بشأن إجراء عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما، ودراسة توقيت العملية الانتخابية بما في ذلك موعد تشكيل المجالس التنفيذية وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات.
ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضرتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية. قدوتك دي مبادرة أطلقتها وزارة الاتصالات من 5 سنين عشان تمكن المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروعها والوصول للأسواق المستهدفة، كمان المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والنساء في محافظات مصر، خاصة في المناطق البعيدة والنائية والمهمشة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. طبعا عايزين نعرف تفصيل أكتر عن هذه المبادرة، بنرحب في فقرتنا بضيفتنا اللي منورانا طبعا أستاذة نجلاء صديق، مديرة مبادرة قدوة تك بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور يا محمد. صباح يا أهلا بيك، منورانا. أهلا بيك. طيب نبتدي في البداية كده نعرف السادة المشاهدين على هذه المبادرة وحصيلة هذه المبادرة على مدار 5 سنوات. طيب هو ببساطة شديدة جدا مبادرة قدوتك هي مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. احنا طبعا التمكين عندنا مش بس تمكين تكنولوجي، تمكين اقتصادي واجتماعي وطبعا تكنولوجي. طبعا ده بيهدف لان احنا نخلق مجتمعات انتاجية بتعتمد على كوادر كويسة قوي مؤهلة ومتمكنة رقميا بشكل قوي. احنا طبعا بدأنا من زي ما انت قلت يا محمد من حوالي 5 سنين. بدأنا الحقيقة كان لسه قبل كورونا يعني 2019 وبعدين دخل علينا كورونا، ولسه كنت بسمع التقرير قبل ما نبدأ على طول. ما بقناش بنقلق من اي متحورات ولا غيره الحمد لله، لان القطاع يمكن قطاع التكنولوجيا المعلومات الوحيد الحمد لله اللي بيقدر يشتغل في اي جائحة. يعني بالعكس ده يمكن ده شهد تطور خلال الفتره دي اكتر. كان احنا يمكن احنا كان كورونا بالنسبه لنا كان ليها اثر ايجابي، خلى كل المجتمع المصري يبقى فاميليير قوي مع التكنولوجي، وكل الناس دخلت مره واحده على الانترنت، كل الناس درست على الانترنت واشتغلت على الانترنت. صحيح. فالجاب والخوف اللي كان عند الناس في فئات معينه لا يعني راح تماما، وبقت الناس كلها واخده على انها تشتغل اونلاين على كل المستويات. يعني وكان الدافع ليكم كمان انتوا تزودوا الخدمات اللي بتقدموها. هو الحقيقه ما كانش دافع، ده كان ادانا قوه رهيبه. يعني احنا اذا كنا بننزل في المحافظات بنفسنا نعمل التدريب مباشر، يعني ننزل مثلا في محافظه اسوان وكنا بننزل محافظات بعيده ومهمشه. لما اشتغلنا بالتكنولوجي وقلبنا التدريبات بتاعتنا كلها اونلاين كان في عز الجائحه، الناس كلها ما بتخرجش لكن احنا كلنا شغالين. فالحمد لله يعني كانت نتيجه كويسه، ومعانا المجموعات اللي هي بادئه من 2020 لغايه دلوقتي ممتنه لينا انها مستمره معانا وانها اتعلمت كويس قوي في فتره. لان هو ده كمان الرائد دلوقتي، يعني الاي كوميرس او الاقتصاد الرقمي دلوقتي هو يمكن هو اللي موجود في العالم كله حتى بعد تراجع جائحه كورونا. طيب استاذه نجلاء، يعني حضرتك بتقولي انه بالفعل نزلتوا في الميدان يعني وعلمتوا الناس والسيدات تحديدا. خلينا نعرف الساده المشاهدين ايه اللي بيحصل، يعني من اول اشتراك اي سيده في مبادره قدوتك ايه اللي بيحصل؟ هل هي لازم تكون داخله بفكره؟ هل بيتم تدريبها وتاهيلها انها تقدر تختار مشروعها وتبتدي مشروعها؟ ايه اللي بيحصل؟ طيب نبدا من الاول خالص. احنا طبعا انت عارفه تمكين المراه المصريه يعني حاجه كبيره قوي وعظيمه يعني، فاحنا كنا لازم ناخدها نقطع الكونسبت ده او يعني ونهتم بفئات محدده عشان نقدر نعمل اثر ايجابي في هذه الفئه. فلما بدانا الحقيقه كان طبعا احنا مبادره قدوتك هي احد مبادرات وزاره الاتصالات وبتنفذها الاداره المركزيه للتنميه المجتمعيه الرقميه، هي الاداره المنوطه بتفعيل المشروعات في المجتمع انديبس يعني. فلما كنا بننزل زمان كنا بنلاقي ان البنات مثلا في محافظات بعيده عندها مهارات يدويه وعندها بتطلع منتجات رائعه وما بتعرفش تسوق. فمن هنا قلنا ان احنا ناخد اول فئه في قدوتك صاحبات الحرف اليدويه. طبعا صاحبات الحرف اليدويه جهات كتير ومؤسسات كتير قوي بتتعامل معاها وبتدعمها، لكن احنا في وزاره الاتصالات بنهتم بالجانب التكنولوجي. يمكن الجانب التكنولوجي في الفتره الاخيره هو بيدي دعم كبير جدا لفئات كتير في المجتمع للمراه المصريه وبالذات الحرفيه،
في الوقت ده. بس اعتقد انه مش في التسويق فقط يعني، اكيد الجانب التكنولوجي طبعا في التصنيع بس نفسه. لصاحبات الحرف اليدويه تحديدا لا في التسويق طبعا زي ما قالت الاي كوميرس والاي ماركتنج كان مهم جدا. فبالتالي عشان ناخد الفئه دي ونلحق الناس اللي استك وعشان نقدر نعمل فيها الناس اللي تعطلت بسبب الجائحه او تعطلت بسبب البيع المباشر محتاجه دفعه بالتكنولوجي عندها حرفه يدويه، خلاص قلنا احنا هنبدا في المرحله الاولى في الراوند الاولاني بصاحبات الحرفه اليدويه بكرايتيريا معينه. الناس اللي عندها حرفه يدويه مؤهله الى حد ما فوق المتوسط، عندها خبره بالانترنت، عندها منتج كويس ليه هويه مصريه، لان التريننج بتاعنا بيبقى حوالي شهر 12 محاضره اونلاين. فبالتالي لازم تكون عندها شويه معايير تاهلها انها تحضر اونلاين. مبادئ حتى على بيحصل طبعا فلتريشن اكتر من مره عشان نضمن انها تدخل وتستفاد وما تاخدش فرصه من فرص حد تاني. خد وتاك شعارها فرصه تغيري بكره. فاحنا بندي الفرصه للي يستحقها دلوقتي وبعدين نشوف اللي بعد واللي بعد واللي بعد. فاحنا حاليا احنا عندنا فئه الحمد لله يا رب، احنا يعني حضرتك يعني اكيد هتتابعوا على الانترنت، الحمد لله عملنا بصمه كويسه واثر ايجابي في قطاع الحرف اليدويه. صاحبات الحرف اليدويه قدروا ان هم يسوقوا شغلهم بره مصر الحمد لله، ومنهم مصدر. تفاجئي مثلا ان عندنا قصه نجاح حلوه قوي من شمال سيناء، بعد ما اخذت الكورس تفاجئنا انها تصدر السجاد بتاعها للسعوديه ما شاء الله. جميل. طب احكي لنا كمان قصص بقى عشان نشجع الناس اكتر ان هم ينضموا للمبادره دي. يعني ابرز القصص مثلا. يعني ابرز القصص ان الحمد لله مش هقول اسماء طبعا عشان خاطر هي حققت نجاح هايل يعني. دي حد برده كانت استق قوي وشغلها حلو جدا، وبتعمل شغل هاند كرافت اعمال يدويه نسيجيه. قدرت الحمد لله انها عن طريق لينكد ان تتواصل مع براند عالي قوي، مش هقول اسمه طبعا، براند عالي انترناشونال يعني، وصدرت له منتجاتها عن طريق لينكد ان، وبقى منتجاتها محطوطه جنب ماركات عاليه جدا في امريكا. ده جميل جدا. يعني متخيلين حضراتكم ان حد عنده حرفه يدويه بيعرف يعمل وليكن سجاد، بيعرف يعمل حرف يدويه بسيطه، مش لاقي السوق، مش عارف ينشر بضاعته ازاي او يبيع بضاعته ازاي ومنتجه ازاي، فان احنا نعمل مبادره عشان ندعم هؤلاء السيدات من اصحاب الحرف اليدويه ونشجعهم اكتر، فبالتالي ما يبقاش سوق محلي بس، ده ما شاء الله كمان يعني الدنيا فتحت في تصدير ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. قصص هايله. عندنا نسبه كويسه من ذوي الاعاقه، اي نعم ما بتتعداش 5%. ده السبب ان احنا الكرايتيريا بتاعتنا برضو لسه ستيل يعني قويه، مش عشان خاطر حاجه، احنا عشان عايزين نعمل اثر حقيقي. وبعدين ندخل على فئه اخرى وفئه اخرى وفئه اخرى. طبيعي اي مشروع في البدايه واي حتى مبادره بيكون ليها اهداف مبدئيه، يعني لازم تحققها وبعدين تتوسع اكتر. حقيقه. طيب استاذه نجلاء، هل الموضوع متوقف فقط عند التسويق والتدريب على التسويق، ولا بيتخطى كمان ده؟ يعني في تاهيل خلينا نقول ان هيبقى في عند السيدات مهارات اخرى؟ طيب سؤال كويس يا جومانا. هو الحقيقه زي ما احنا قلنا في الاول، هو التمكين المراه مش هينفع بس تمكين تقني او تكنولوجي، لازم يبقى فيه شويه مهارات داعمه ليها. فاحنا بنهتم طبعا بتدريبها على مجال التسويق الرقمي، وبعدين بيطلعوا من المرحله الاولى، هي محطات في قدوه تانية، مرحله التسويق الرقمي، بعدها بندخل المرحله الثانيه او المحطه الثانيه التجاره الالكترونيه. هي شاطره وبقت عارفه تسوق على السوشيال ميديا بلاتفورمز بقى المعروفه، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، واتساب بزنس. بناخدها المرحله الثانيه بالمتابعه والتقييم الدائم والمستمر على الاي كوميرس بلاتفورمز، سواء الانترناشونال او حتى الاقتصاد الرقمي. بيبيعوا على منصات انتم طبعا عارفينها، عندنا منصه دلوقتي قويه جدا بتبدا ربنا ان شاء الله يسهل، منصه ايدي مصر، عندنا منصه اخرى مصريه مقبس الحرف اليدويه. بناخدها بعد كده لمرحله مهمه جدا اللي هي لسه انت اشرتي اليها، ان احنا هل احنا بنتوقف؟ احنا متجددين باستمرار. احنا دايما بنقول على التكنولوجيا المعلومات انفورميشن هاي واي، طريق المعلومات السريعه، مش قادرين نلحق. فالاي اي لما دخل ما كانش ينفع نسيب البنات بتوعنا ما عندهمش يعني علمي بيه، وخاصه انها هتفيدهم. ف
فبقينا نختار البرامج والتطبيقات الموائمة عشان تطور مهاراتهم وتوفر لهم وقتهم وفلوسهم. يعني لما نجيب لهم برنامج يخليهم مش محتاجين ان هم يصوروا المنتجات تصوير في لوكيشن زي ده. يعني هي جاست انها صورت البرودكت المنتج اللي عندها. علمناها المنتج علمناها التصوير ازاي بشكل بسيط، دي المهارات الاخرى الداعمه. لكن دخلنا بالاي اي لتظبيط الاضاءه والحاجات البسيطه دي بالموبايل طبعا. مش حاجه ادفانسد يعني. علمناها بقى ازاي تحول الصوره دي وتعرضها على العميل في المكان المناسب اللي يؤكد ويثبت جمال المنتج او يبروز الميزه بتاعته. كل منتج بيبقى فيه ميزه كل منتج فيه ميزه، بس يعني الفكره ان انا ابروز الميزه اللي موجوده، نقطه الخلاف الاختلاف عفوا الموجوده ما بين المنتج بتاعي وباقي المنتجات. الله ينور عليك. يعني السجاده زي ديت هي عملت مثلا سجاده بتاعت مثلا شمال سيناء مثلا يعني. فازاي تحطها في انفايرمنت يبين جمالها في بيئه بالاي اي تظهر جمالها. فبتعرضها بقى التطبيقات دي بقى يا جمالنا بتخليها تقدر توصل للعميل بشكل اسرع، ما تهدرش في وقتها، ما تهدرش برضو في فلوسها، لان حتى التصوير ده بياخد برضو عشان تروح تصور عند حد بروفيشنال او حد خبير بيبقى في رقم برضو بيدفع. طب اخيرا يا فندم حابة اعرف من حضرتك لو في حد من الساده المشاهدين او من السيدات اللي بتتفرج علينا دلوقتي حابه تشترك في هذه المبادره، تتوجه لفين وايه المطلوب منها او ايه الاشتراطات؟ مجرد انك تكتب قدوتك على الفيسبوك هتلاقي الصفحه بتاعتنا فيها كيو ار كود واضح قوي، هتدخل عن طريق الكي ار كود في على كل السوشيال ميديا شانلز بتاعتنا تشوف احنا لسه في البنات بتتكلم يعني كتير قوي بتعمل انترفيوز الحقيقه على قدوتك تسمع بنفسها. يعني كل مطلوب منها تكتب قدوتك على فيسبوك او قدوتك دوت نت، لكن على الفيسبوك هيبقى بشكل اسرع. في استماره دايما هتلاقي اعلانات نازله ان التريننج الفلاني يوم كذا هيبدا يوم كذا او المسار الفلاني سن معين. والله يا محمد احنا كنا محددين من 18 ل 45 بس لما تلاقي حد معدي ال 55 وعنده اراده وعنده رغبه في ان هو يلتحق بحاجه زي كده، لا احنا كنا بنقبل وعندنا قصص نجاح هايله. جميل. فوق ال 58 و60 عندها مرونه عاليه جدا الحمد لله. الحمد لله. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذه نجلاء. يعني هي المبادره نفسها تفاصيلها كمان مهمه جدا الحقيقه، ومش بس على الجانب الاقتصادي لكن حتى الجانب المعنوي. فكره انه سيده ممكن تكون قاعده في بيتها عندها مشروع او عندها حرفه او حتى لو هوايه وتقدر ان هي تكسب او تكون مصدر رزق بالنسبه لها، زي ما حضرتك قلتي في قصص نجاح كبيره جدا عشان تصدر للخارج، فدي طبعا يمكن خطوه مهمه جدا. بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الاستاذه نجلاء صديق مديره مبادره قدوتك بوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نورتينا يا فندم صباح الخير. بشكرك طبعا. والمهم كمان في هذه المبادره زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا ان احنا بنصل ل المحافظات الحدودية، المحافظات اللي كلها إبداع، محتاجة بس حد يسلط الضوء على هذه النماذج المهمة من الفتيات والسيدات. وزي ما شفنا المرونة في التعامل، كان متحدد عمر للفتيات، لا لقينا في مبدعين فوق ال 45 سنة 55 و60، ومش بس كده ده كمان نماذج يشار إليها لأن عندهم ميزة مختلفة وقدروا أن هم يحققوا نجاحات مختلفة. فطبعا كل الشكر على هذه المبادرة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأي حد شايف أنه عنده موهبة بيعرف يعمل حرفة يدوية بيعرف يعمل منتج معين، الدعم موجود من خلال طبعا هذه المبادرة. هنروح مع حضراتكم ليه موضوع آخر. في الوقت طبعا الحالي بيتم العمل على بدء إجراءات زراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج في محافظة أسوان، وده بيعتبر ضمن خطة تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحفاظ على البيئة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من المهندس عبد الصبور الراوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان واللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. يعني فكره الحقيقه هايله، بس حابين نعرف من حضرتك في البدايه السبب في اللجوء لحل اقامه غابات شجريه بالمحافظه باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجه يا فندم. فندم احنا لما نيجي ننشا محطه معالجه فعندنا اتنين كونسبت بنشتغل عليهم، لو في مصارف زراعيه او مصارف ميه بنصرف الميه عليها بمعالجه ثلاثيه حاليا، لان ما اقدرش ارمي الميه في المصرف الا بمعالج ثلاثي.
الحل الثاني لما انا اكون في منطقه جبليه ما فيش مصارف عندي، فانا بلجأ لازم اعمل غابات شجريه. فالحل اللي كان عندنا دلوقتي هو الحل ان عندي انا معالجه ثنائيه، فعندي غابه شجريه شغال بزرع حاجات غير مثمره، اشجار غير مثمره او اشجار زيتيه. احنا في المرحله القادمه كده، واحنا ان شاء الله بنعمل كده، استصلحنا 2000 فدان اللي حضرتك قلت عليهم، وعندينا مستثمر خد 5000 فدان، هنعمل موديفيكيشن للمحطه عندنا، هنطور المحطه ونعملها ثلاثي عشان نقدر نزرع حاجات مثمره. فدي الفكره دي عشان برضه اتخلص من ميه الصرف. يعني مبدئيا هي اشجار غير مثمره حاليا، اشجار غير مثمره او ثمار جافه، حاجات جافه يعني، ممكن الحاجات زي الشعير، الحاجات الاعلاف للمواشي. لكن مع اضافه بعض التعديلات في معالجه المياه مياه الصرف الصحي، من الممكن نعملها اشجار المثمره. دي المرحله القادمه، احنا دلوقتي طحين عمليه ان اعمل توسعات للمحطه، لان انا عندي فلو زياده. فانا هعمل توسعات وهعمل معالجه ثلاثيه، معالجه ثلاثيه عندي مستثمر واخد 5000 فدان، وانا عندي 2000 فدان هيستثمر فيهم، هنعملهم اشجار مثمره ان شاء الله. طيب. بس المرحله القادمه ان شاء الله. طيب ممكن حد يسال يا فندم دلوقتي ايه اللي هنستفيده من وجود غابات شجريه؟ ما احنا دلوقتي في عندك نوعين من الاشجار، يا اما اشجار خشبيه دي بنعمل منها الاساس، بنعمل منها يعني بنستفيد منها، بنعمل منها اساس والاشجار. وفي اشجار زيتيه داخله جديده زي الكافور والحاجات، بنطلع منها زيوت اللي بتستخدم في الوقود والحاجات الثانيه يعني. لكن انا ما بستخدمهاش حاجات في الاكل يعني بس. طب يا فندم برضو ممكن سؤال يعني يجي في ذهن اي حد هو بيسمع يمكن نقطة زي دي، انه اكيد هيبقى فيه اضرار او مخاطر من وجود غابات شجرية يعني تم ريها عن طريق مياه الصرف الصحي المعالجة، هل بالفعل في اي مخاطر؟ لا يا فندم، احنا دلوقتي احنا عندنا الكود المصري، احنا ما بنشتغلش بره الكود. الكود المصري بيقول انك لما تعالج ثنائي بتشتغل في اشجار غير مثمره، لو عالجت ثلاثي تخش في اشجار مثمره. احنا بنشتغل ضمن الكود، والكود ده عاملاه خبره، الخبره دي بتدرس الفاسيلتيز بتاعت كل حاجه والخواص بتاعت كل المواد، وهو اللي بيحدد لي نوع الزراعه اللي بزرعها، ما اقدرش ازرع حاجه من عندي. يعني الزراعه بيتم تحديدها على طبق المواصفات وطبقا للخبراء. بالظبط يا فندم. طيب اختيار المنطقه كمان ليه تم اختيار منطقه العلاقي مثلا لمثل هذه الغابات؟ منطقه العلاقي لانها احنا دايما المنطقه اللي فيها غابات شجريه او محطه معالجه تبعد عن المدينه على الاقل 10 كيلو عشان منطقه التلوث، عشان ما يبقاش في يعني دايما احنا في المناطق الجبليه دي بناخد المعالجه، يعني ما اقدرش اعمل معالجه جوه البلد او جوه المدينه. تمام. لكن احنا عشان اعالج واعالج كويس واطلع واعمل غابات على بعد 10 كيلو على الاقل من المدينه يعني. في المناطق الجبليه. طيب يا فندم، هي دي اول مره يعني بنقوم بيها بالتجربه دي باقامه تدفين غابات شجريه؟ لا 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 يا فندم، احنا شغالين وعندنا في محطه في بلانه وفيها غابه شجريه وفيها اشجار كتيره، ويمكن عملنا كذا مزاد وبعنا منها اشجار تشتغل في الحاجات الخشبيه. في كل يعني مش عند انا بس يعني، ما هتلاقي في محافظات كتيره فيها يعني الغابات الشجريه. كل الشكر لحضرتك المهندس عبد الصبور الراوي رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي باسوان. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير يا مصر. امبارح وزارة التربية والتعليم أعلنت عن موعد فتح باب التقديم لمرحلة رياض أطفال المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 2024-2025، واللي هتكون يوم 1 يونيو اللي جاي. رياض الأطفال طبعا هي المرحلة الأولى في التعليم اللي بتتشكل فيها قدرات الطفل ومهاراته، وده يخلينا نتكلم عن مواصفات المدرسة اللي لازم نقدم فيها لأولادنا، إيه المعيار الأساسي في المدرسة اللي أقدر أدخل فيه طفلي، إيه اللي لازم أسأل عنه في المدرسة قبل ما أقدم لطفلي فيها. أسئلة كتير جدا هنجاوب عليها النهاردة مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة هبة صلاح الدين الخبيرة التربوية. صباح الخير عليكي، منورانا في الصباح الخير يا مصر. صباح النور، أهلا بيك. هنبتدي خلاص مرحلة رياض الأطفال، وتبتدي بقى الخلافات في البيت ده، عشان لا انا عايزه ادخل الولد هنا او عايزه ادخل البنت هنا، واللي بيقولوا ان دي احسن وبيقولوا ان دي اقوى، وهتبتدي بقى سلسله كبيره من الجدال.
خلينا في البدايه نعرف منك ايه هي المعايير الاساسيه اللي لازم تكون متوفره في المدرسه اللي هقدم لاولادي فيها. خليني افاجئك شويه واجاوب بالمقلوب. اتفضل. المعايير الاساسيه في البيت مش في المدرسه. صح. اوكي. يعني احنا طبيعتنا في مصر ان احنا بنفكر على طول نجيب بيست كواليتي اوف ايفر، نجيب سقف كل حاجه. وبالنسبه للامهات الحكم بيبقى الناس رايها ايه، اخر حاجه نبص عليها نفسيه الطفل فين. يعني انا ابني شكله ايه، ابني سماته ايه، البيت شكله ايه، عشان نختار بيئه من مدارس تكون مطابقه لمواصفات البيت. فبنقلب الموضوع شويه ونقلب نخلي الموضوع على الام شويه، ان هي لازم تعمل حاجه لايك ستادي بقى. اولا انا دراسة بيت يعني. يس. انا ميل البيت عندي ميل تربوي ديني ولا تربوي متوسط، ولا انا بيت منفتح وعايز مجتمع منفتح. ده اول سؤال هساله. تاني حاجه هسالها، ابني انسان حركي بيتحرك كتير ما بيقعدش مكانه، فانا هعوز مثلا حته تانيه خالص، مش هعوز ناشونال سيستم مثلا، هخش على الامريكان مثلا، مش هخش على البريطاني طبعا لانه اكتر ريتن، ولا انا ابني حد بيحب يقرا وبيقعد لوحده يمسك كتاب او بيحب القلم او بيحب حاجات معينه، فانا هختار له حاجه مطابقه للمواصفات النفسيه اللي تلائم هو هيعيش فين. ليه بنعمل كده؟ ليه المقلوب ده؟ ليه دلوقتي السايكولوجي بيحكم التعليم؟ لان هو ده الاساسي دلوقتي، ان انا عايزه طفل سوي نفسيا ما يخشش مدرسه يلاقي نفسه انا وديته وبعدين انا كأم طول النهار بتخانق مع المدرسه. حضرتك بتخانقي مع المدرسه عشان حضرتك مثلا انسان متدين جدا ورحت وحطيته في بيئه منفتحه جدا، فطول النهار بتدور على الحاجه تقول ده غلط. طب انت حاطه في بيئه حضرتك بتقول غلط في البيت والمدرسه بتقول صح، انا ما اخترتش اللي يناسبني يعني. يس. فاول سؤال، اول حاجه حضرتك بتختار البيئه الموائمه لابنك. حضرتك عايز انهي اتجاه وبعدين بتبدا تتوجه. تاني حاجه، بالبرنامج التعليمي اللي يناسب سمات شخصيه ابنك عشان حضرتك تكون اوكي، او حضرتك كأم ما تعيشيش صراع نفسي مع ابنك طول الوقت، صريخ وسويت البيت طبعا حضرتك عارفه البيت المصري هادي جدا، فاحنا عايزين كده. احنا هو للاسف يعني المعيار اللي دايما بيبقى في الحسبان هو المعيار المادي قبل اي حاجه. كل الماديات ليها ليفلز يعني اقصد كمان ان الاسر بتبقى عايزه حريصه انها تدخل اولادها مدرسه بتحسبها انها افضل يمكن بالمعيار المادي، ما بتدرسش المدرسه فعلا بتعتمد اي نظام تعليمي، البيئه نفسها بيئه الدراسه ازاي بتكون عامله في المدرسه. ده حقيقي، ده حقيقي. المعيار المادي بيحكم، بس هو بيحكم بشكل شويه معتمد على الورد اوف ماوث، يعني تنقل الكلام. حضرتك قلت لي فانا قلت لها فهم قالوا لي فاحنا قلنا. انما ما بخشش اعرف انا المدرسه فكرها عامله ازاي. الشخص اللي هيقعد معايا في سكول كونسلر مثلا هندفع كتير، يبقى انا عايزه كتير. انا عايزه سكول كونسلر كويس، حد بيتعامل مع الصحه النفسيه بتاعه الطفل، عايزه المنهج الاكاديمي يكون قوي، عايزه ده مثلا، ده دفع كتير. الدفع كتير في حاجتين، في ثلاث حاجات، في اي بي وفي امريكان وفي بريتش. الثلاثه ليهم طفل لازم تختاري له المدرسه على اللي يتوافق مع نفسيته. عشان ما تضغطيش يعني حتى عليه. الانظمه التعليميه برضو كل مدرسه مختلفه، بيئه كل مدرسه مختلفه تماما. تماماً. يعني دخلتي بريطانيا احنا بنتكلم تماماً في نوعات طول النهار بيذاكر، مش احنا مش هنهزر، احنا بيبر وورك للصبح كمدرس وكطالب الاثنين. باي باي الاثنين. انت في مرحلة عمرية بتشتغلي بس. امريكان طبعاً دمج الاكتيفيتيز بقوة مع التعليم، وكمان فرص كتير جداً لو راحت مش هتروح عليكي، دايماً عندك ترايلز. عندك دايما سكند اوبشن، فما الباب ما بيتقفلش، احنا موجودين مع بعض يعني. طيب بتقولي مراعاه حاله الطفل النفسيه، او الطفل هيلاقي نفسه فين. هو كده كده الطفل واحنا بندخله مرحله رياض الاطفال كده كده اصلا نفسيته ما بتبقاش احسن حاجه لانه خارج من بيت مع عايش مع باباه. بقى ان في مرحله وقعت كده اللي هي ما قبل الدراسه، ما قبل رياض الاطفال. دي ضروريه برضه. ياخد سنه استعداد في البيت دي ولا في مكان بره؟ برضه افضل بره البيت. يعني انا افضل انه ياخد بري كي في حضانه وتكون بتشتغل بتوافق اكاديمي شويه، نخرج من عشان يبقى جاهز نفسه على الخروج من البيت، على انه يشوف ناس ثانيه غير يشوف ناس ثانيه غير اللي موجودين في البيت. بالظبط. دي اللي هي من سن كام بقى؟ دي احنا بنبدا من 2.5. 2.5 بدا يحرك الطفل. يعني 2.6 كده 2.5 بنبدا نحرك الطفل عشان البيئه السوشيال اللي هو الاجتماعيات حواليه ما تبقاش منغلقه في بابي ومامي او بابا وماما. يعني هو ما بيسمعش او يشوف، او العيله فما بيبقاش بيسوشيالايز. وبعدين بتقللي البانيك اتاك اللي بيحصل اول يوم حضانه، اول يوم دخول رياض الاطفال. فيمكن اللي هي البري كي اللي هي اللي هو صغير من سنه 2.5، دي ممكن شويه تقلل من حدوث كتير
كتير احنا بنعرف في المدرسه داخل لنا ده داخل من البيت على طول علينا ولا هو عدى على مرحله وجاهز وبيبقى فيه تو كلاسز يعني اللي انا كل اهتمامي في الحياه نفسيه الطفل. فبقول لهم لا بصوا معيط كتير احنا في الفصل ده احنا كويسين وداخلين عارفين رايحين فين احنا في الفصل ده. لكن غلط ان انا افضل بقى انقل ابني من مكان لمكان في المرحله دي يعني هو دخل وعيط في المكان ده وقعد اسبوعين ثلاثه في ناس الموضوع بيبقى يعني وخزان احزان طفل كده بس بيحب الاحزان من جواه فعيط يعني كتير بس أيوه. غلط بقى من الاب والام ان هم ينقلوه مدرسه تانية ايوه يروح له عشان يشوفوا مش صح يفضل مكمل طبعا المفضل ان احنا نذاكر كويس قبل اي حاجه عشان نفضل كتير يعني احنا مشكلتنا ان احنا بناخد قرارات بتعتمد على حاجات هوائيه محتاجين صبر شويه كتير مش شويه كمان لان احنا الامهات بقت بتحرك اولادها upon the request يعني حسب انا عايزه ايه مش هم عايزين ايه يعني اخر حاجه لما بتجي لي ولية امر وهي عصبيه قوي اقول لها ايه هو انت سالتيه هو عايز ايه ما هو ثانيه واحده هو هيفهم اسال مين هو عايز الطفل اللي هو كام سنه اللي هو من اول ما يبدا يتكلم ما هيبقى من اول ما يبدا يقول لي اختيار في الحياه من اول اللبس بتحطيه كده يهانج اب يشد اللي يشده تاخديه عشان يعلم تعلميه ياخد قرار يشاركك في القرار يبقى في حوار تبقي اصلا بتعرفي هو عايز ايه جواه ايه يعني ميبي وساعات بقى كمان التعبير بيوصل لمراحل لو الام كمان بتسمع وبتتوافق لازم تتوافق لمرحله معينه لان في طفل بقى اللي هو قال عليه خزان احزان ممكن يعبر زياده يعني هو طفل اصلا مثلا هيطلع ممثل فمن وهو بيبي بيمثل وعنده بس اسمات الشخصيه دي مش بتتغير لا 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 احنا اخرنا في التربيه بجد 5 سنين لا مش فاهمه النقطه دي هقول لك بقى يعني بعد 5 سنين بعد 5 سنين تربيت ليه بقى 5 سنين انا بزرع البذور الاساسيه للشخصيه اللي هتيجي بكره مش كان لحد 12 13 سنه نو ده بقى اسمه ديفلوبمنت اوف كوميونتي انت خفضوا السن لا ما خفضوهوش بتاخد خبرات اجتماعيه وحضرتك بقى يا بتسيب بقى كاب طبعا انك مشغول وام تقريبا مركزه برده مع بابا فاحنا عندنا مشاكل فسايبينه بقى فما بنرجعش من البيت نتكلم معاه هو بيرجع بخبرات الخبرات دي اما تبقى في سماته الشخصيه اما ان حضرتك كاب او كام تقعدوا بقى كل يوم تقولوا حصل ايه النهارده وتبدا تقولوا ايه الصح والغلط في ده فكده بنتكلم برضو على البيئه الاجتماعيه اللي حضرتك اخترتيها من الاول هتقعدي عايشه معاها ده بقى ده استكمال تربوي بقى ان حضرتك الطفل بيبدا ياخد خبرات وبيمارسها معاك وحضرتك بتصحح له الممارسات دي طيب في بعض اولياء الامور بيكون عندها استسهال او بتستهين شويه بمرحله رياض الاطفال بيقولوا انها مش تيجي. مهمه يعني وهيستفيد ايه هو الطفل يعني مخه هيستوعب ايه في المرحله دي احنا هنقدر نعمله في البيت هل ده صح او غلط غلط ده هم اول مراحل غلط ده هو حتى البيبي بورن لغايه 9 شهور له بروتوكول لازم تتعاملي معاه عشان المنطقه الحسيه اللي هي بنسميها الايموشنال انتليجنس اللي هي الذكاءات العاطفيه كلها بتتكون هنا هو بني ادم عاطفي قوي بتزودي بني ادم مش عاطفي خالص الحمد لله وهيبقى فيه ضحايا كتير في حياته حضرتك برضو زودتي تكويني النرجسي الكامل بيكون في ال5 سنين الاولين الشخص النرجسي اللي مش بتسميه توكسيك دلوقتي في الموديل هم اللي سموه انا انا نرجسي معاكي عادي خالص نرجسي ده اصل مصيبه في كل حته بنروح لان هو بيبقى قاعد مستني يشوف الشخص الجيفر ويابيوز كل ده في اول 5 سنين كل ده في اول 5 سنين وعشان كده هتلاقي دلوقتي ان معظم الناس الحكايه بقت كتير يقول لك هو ايه اللي حصل ايه اللي حصل حضرتكم مش بتربوا طب هل قرب المدرسه ممكن يكون عامل مثلا قرب المدرسه ده في حاله المسافات البعيده يعني انا بختار لابني مدرسه قريبه من البيت بس ممكن ما يكونش في حاجه مطابقه للمواصفات دي قريبه من البيت يعني في ناس بتخاف من تركب باص في ناس بتخاف ان اول اب والام مش بيزي قوي بينزلوا بدري فعايزين فده كده حضرتك برضو بتختارها مطابقه لمواصفاتك مش مواصفاتك او تضييع الوقت حتى تضييع يعني الوقت تضييع الوقت وهو رايح وهو راجع كل ده وقت بس هو بس مجهود كمان برضو مجهود بس الطفل بينام في العربيه فهو مش مجهود فظيع فعشان كده هو برضو تفكيري للكبار مش للصغيرين انا لما باجي افكر بفكر في الصغيرين الاول اذا في واحده في البيت ومناسبه طبعا تتحط من البريوريتيز تمام يعني احنا عندنا 4 واحنا في حته محيطه فيها كميه بريوريتيز فظيعه في كذا اوبشن قدام حضرتك يبقى حضرتك حسب الاولويات فقط الاولويات لكن مفيش وحضرتك هتستسهل ده عشان القرب لا بلاش طيب خلينا برضو نبص لجانب اخر وفي ناس ممكن تكون بالنسبه لهم ده عبء مادي زياده ان كان البري كي او حتى ان هم رياض الاطفال ازاي يقدروا يؤهلوا اطفالهم للمدرسه
حسب امكانياتهم الموجوده؟ هيفتح له حاجات علميه جوه البيت. لو بنتكلم على الانجليش ان عربيك مثلا، هيشتغل قرائيه، يشغل حاجات فيها صوتيات باللغه العربيه، تعمل له كده يبدا يشوف الحروف والحاجات دي كلها. وفي الانجليش اتس فونكس. وهيجي في منطقه الالعاب كل ما ينزل يختار له لعبه. حتى لو هيعمل له اللعبه، نتكلم انا بكلم على اللي معاه مليون واللي معاه جنيه. اللي معاه مليون من فضلك روحي وبمكتوب العمر العقلي والعمر الذهني ومكتوب كل حاجه، اقرا بس الكتالوج وهات الهديه. من فضلك اتعب شويه قبل ما تجيب الهديه، جيبها علميه شويه. بالنسبه اللي عايزين حاجه فيها اقتصاد وكده، العاب كتير بالورق والعاب كتير ريسايكلينج بالكيناكس والحاجات زي كده، حاجات تفتح المخ. زي ما بنقول، فخليه مور كرييتيف، يعني ما يكونش شخص بيتلقى. تمام. يبقى طيب، شخص كرييتيف. نصيحه حضرتك في النهايه لاولياء الامور، ازاي يختاروا مدارس لاولادهم؟ طيب، انا اول حاجه هختار المدرسه المطابقه للمواصفات الماديه للبيت، ان انا ايه الليفل اللي انا هختاره. وبعدين ابدا افرغ الاسماء دي، وبعد ما افرغ الاسماء دي اشوف ايه اللي هيطابق مواصفات ابني، وبعد كده اشوف قرب المسافه من البيت او بعدها. ده كده بالنسبه للاختيارات اللي انا هبص على ايه قبل ما اختار. وبالنسبه للي عنده اوبشنز اكتر في حكايه ايه اللي هختار انهي مدرسه بانهي سمات، بريطاني امريكي كده، اتمنى ان هو يبص شويه للاكتيف ليرنينج بتاع ابنه. ابنه بيشتغل ازاي، قدرات ابنه يعني. يس، قدراته. طبعا احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذه هبه صلاح الدين، الخبيره التربويه، ونصايح مهمه جدا. وفي الاول وفي الاخر مهم ان احنا نبقى متابعين ومركزين وعندنا قوه ملاحظه في سمات اولادنا فعلا وقدراتهم، عشان ما يبقاش بنحط عليهم عبء زياده. الموضوع مش بس ان انا عايزاه يكون في بيئه احسن او في مجتمع احسن، وعايزه ان انا يبقى في وسط مجتمع معين بشكل معين، لا، المهم ان ابني يكون مرتاح نفسيا او بنتي تكون مرتاحه نفسيا، تكون بالفعل البيئه اللي هو هيدخل فيها تكون مشابهه لشكل بيته، عشان ما يبقاش في لخبطه عند الطفل نفسه، ما يبقاش فاهم ايه الصح وايه الغلط ويبتدي يتوه في النص. على اي حال طبعا بنشكر حضرتك مره تانية، شكرا جزيلا. ويعني شاذلي اعتقد احنا ساعدناك اهو، وصلنا لختام الحلقه الحمد لله. بنشكر حضراتكم طبعا على المتابعه، شكرا جزيلا ليكم. وبكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.